مرحبا اخوي ايوب، السلام عليكم وعيد مبارك. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، والله يجعلوا نهايه الاحزان ان شاء الله. الله يحفظك اخويا حمد. استنى محمد يدخل ونبدأ. السلام عليكم. السلام يا محمد، بخير. ومرحبا. بس عليك والله إلى الحمد لله بخير وعلى خير. أنت صحيح على بال؟ الله أمور يحفظك اخ، مزيان؟ الحمد لله. على خلصوا بال؟ النهار بعد مزيان، كل شيء شوية نعاس كاين. والناس هو اللي كاين، الناس هو اللي كاين وصافي، ما كاينش شي حاجة أخرى. وراك عارف انا نهار ما مؤخرا، كاين لا العسل ولا عندي انا. وراك عارف مؤخرا ديجا راك شتيني طلعت عندك الرباط، فوالا كسلاق بلوتو. وي وي سينو اخو محمد، الله بخير. يحفظك. باش ما تعطلوش بزاف ياك، حيت عارف شحال واحد يكون باقي ما ناعس ما والو، منهم انايا طبيعة الحال. باش نبداو ياك بكري شويه ان شاء ناوي الله. يمشي ناس. هو بلوتو انا عارف بالله ان الناس ديجا كاين دابا اللي مشى عند والديه، كاين اللي مشى عند عمامه، كل واحد وفين، راك عارف نهار العيد. ولكن المهم احنا نبداو، والاهم هو تبارطاج اللايف، وراه غيبقى مبارطاجي ياك اخي زيزي. ضروري يبقى سيف، فوالا هو اللايف غيكون على الاس ام ام اي الايجنسي، وحتى محمد غيهضرنا على التجربه ديالو. تاني عنده شي سؤال بهذا الخصوص عندي، يخليوا لي بلاست كواشنز ياك، ما تحطهاش في الكومنتير بلاست كواشنز، وراه غنرجعوا ليهم. راه غندير واحد شويه كيو ان اي في الاخر وغنرجعوا ليهم. فاذا عندك سؤال تقدر تحطه من دابا ونعاودوا نرجعوا ليه. اخي محمد نبداو. اوكي، دونك باش نبداو دابا. اخ شوف اول حاجه شنو هو محمد؟ والله اني ما طول شنو هو محمد؟ دير اوف الكومنت بعد تال من بعد وعاوتاني تخليهم. دونك وي محمد بابا كيف ما معروف، معروف بامين ديجا، فهمتي يعني الباك جراوند ديالي كانت في الانفورماتيك. من نهار عقلت على راسي وانا في الانفورماتيك، من نعومه الاظافر كما تنقولوا، من بوانتيم 3 حتى الجينيراسيون الأونزيام جينيراسيون دابا اللي حنا فيها، والماك بوكات الاخرين. وفوالا دونك بدات الاكسبيريونس ديالي في الويب، كنت بديت بالمواقع اللي كان كليكيو عليهم ديال الاعلانات، اللي عقلت عليهم ديال البي بي سي بيبر كليك. الاد فلاي يمكن هو كانوا مواقع اخرين غير اد فلاي، هذاك ديال اختصار هو روابط اكثر الشركه واحد. فلاي، وهذا اللي جاب ديال وشورت، هذوك اختصار روابط. انا كنت كنخدم عند بحال قلتي دي كومبانيز اخرين، وكنت كنمشي عندهم باش نجمع هذيك 0.0 0.0 باش نمشي نقول للوالد راه كاين الفلوس من الانترنت. هذا هو لوبجيكتيف. صافي بديت يعني من هذا البلان هذا. ابري دزت البارتي ديال البلوغين، ديك الساعه كان عندي بلوغر، كنت كان عزيز عليا التدوين، كنت كنكتب بالعربيه بزاف فهمتي. وفوالا يعني مشيت مع الكتابه، مع داكشي ديال الريداكسيون اون اراب، كنت كنكتب دي زارتيكل، وكان عزيز عليا نيتشي، كنت كنسيف لي نيتش، ونيتش اللي كان عندي شحال هادي في الصغر انا هو الجيمين،
كنت كنكتب على الجيمين، وشو كنت كندير؟ كنت كنكتب وكنبقى اشاك فوا كنحط بحال مثلا شي لعيبات اللي هما اصلا ايليغال، ولكن الصغار عقل الصغار ما كانش كيعرف هذا الشيء. شو كنت كندير؟ كنت كنحط شي جيم وكنسالي وكنبدا نحط الكراك ديالها بليتو كاع. بعد المرات منين تطورت كاع الوضعيه وليت كاع كنحط دوك الكيز ديال ستيم كنمشي ندبر عليهم وكنحطهم لهم تما زعما استافدوا، فهمتي؟ باش نجرب زعما الترافيك اللي عندي وصافي. وساليت من البلوغين، كنت في ستارتينز حتى هي، دوزت ستارتينز باقي لدابا مشرف في ستارتينز وفوالا يعني. وستارتينز نفعني بزاف بليتو، نفعني في الديزاين ونفعني في الكرياسيون دو كونتوني، حيت انا ما كنتيش كتعرف العربيه مزيان، فهمتي؟ ما يمكنش لك تكري الكونتوني، سكي في هاد اللعبه ديال الكرياسيون دو كونتوني غادي يرجعوا لها من بعد، حيت فاش غادي تكري انت ديك لاجونس خاصك تكون انت ديجا هاد السكيلز هادو كاينين عندك. علاش؟ حيت افون انت ما تبدا لاجونس خاصك تبدا كفريلانسر، ده هو البلان. دونك انت باش تبدا كفريلانسر كخصك تعرف شنو هو الدومين اللي غادي تلقى فيه راحتك، ياك؟ واش غتلقى راحتك في الديزاين؟ واش غتلقى راحتك شتي الديزاين تا هو بحق؟ واش غتلقى راحتك مثلا في انك تكري البوسترز وداك الشيء، وفهمتي البوسترز ديال الفيسبوك ولا لي بوست ديال انستغرام وهذا، ولا غتلقى راحتك مثلا في الويب ديزاين بلوتو مثلا بحال كيما جو كخوا انت راك كنتي داير ويب ديزاين، تكون كتقاد لي تيم وهذا واللعيبات بحال هكا، ولا مثلا غتلقى راحتك في الماركتينغ، يعني انك تكون كتجينيري لي ليد للناس مثلا دي كومباني كيف ما كانوا، كو سوا بحال مثلا اعطيكم واحد ليكزومبل هنا، بحال دوك لي زيكول بريفي كيبغيو بزاف لي ليد في الدخول المدرسي مثلا. دونك انت راك انت مثلا كتدير هاد ليطاب هادي تاع جينيراسيون دي ليد، راه وفرت عليهم انهم يمشيو يطبعوا لي فلاير ويمشيو يخرجوا على برا ويبداو، فهمتي؟ يقلبوا على الباوات وهذا. حيت دابا حاليا فريمون يعني فاش كنهضروا باش انك دير ايجنسي، راه صعيبه واحد شويه انك تجي بما عندك حتى شي باك جراوند وتنوض وتفكر انك دير ايجنسي. دونك الفكره شنو هي؟ هو انك تبدا كفريلانسر في الاول، وباش تبدا كفريلانسر في الاول خاصك افون قبل خاصك تعرف لا سيبل ديالك انت، او لا انت فين كترتاح. ملي غادي تعرف راسك انك انت فين كترتاح، واش غادي دير ديزاين ولا دير الماركتينغ ولا تمشي للديفلوبمون ويب، ولا غادي دير مثلا لفوا اوف، ولا غادي تكون كتكري كوبي رايتر يعني كدير الكرياسيون دو كونتوني، ولا فهمتي؟ يعني كاين بزاف ديال لي دومين اللي تقدر تلقاهم مثلا الا دخلتي للموقع تاع مستقل، وما دخلتي مثلا الموقع تاع فايفر، غتلقى بزاف ديال الشركات اللي كيطلبوا بحال هاد الفريلانسر. دونك انت شنو غادي دير في هاد اللحظه؟ غادي تحاول انك تلقى الحاجه انت اللي كترتاح فيها، حيت الا لقيتي ديك الحاجه انت اللي كترتاح فيها ديك الساعه غادي تمشي اوبتيميزي راسك فيها. منين انت غادي اوبتيميزي راسك فيها غادي تحاول انك تجيب كليان. ودابا كيفاش غادي تجيب كليان؟ دابا كاع عليا هنا فين كاينه اللعبه، هنا فين كاينه الفكره، هنا فين غادي يتقاسموا لودونس اللي غادي تفرج في هذا الفيديو على جوج. نورمالمون كاينه لودونس اللي هي مثلا اللي هي ما عندهاش الفلوس، فهمتي؟ ما عندهاش، هي خاصها تخدم وتجيب الفلوس. وكاينه لودونس اللي ديجا هو موظف ولا مثلا خدام في الاوفلاين، هو باغي غير واحد باغي غير يبدا. دونك الفكره شنو هي؟ هو مثلا هذوك الناس اللي هما نبدا بالموظفين من الاحسن. بالنسبه للموظفين، موظفين الامر تاعهم ساهل بزاف، هو اون فوا غادي يعرفوا لا سيبل ديالهم واشنو هما الدومين فاش كيرتاحوا مثلا، غادي يبداو في فايفر ولا غيبداو في مستقل ولا غيبداو في اي حاجه، فهمتي؟ وراه يوتيوب كيشرح تقريبا كل شيء، الا بدا من يوتيوب. وراه ديجا كنبارطاجي انا الكورسز عندي في الاكونت، كنبارطاجي ديما الفري كورسز ديال فهمتي، الفيسبوك ادز ديال يعني، وداك الشيء مع ابديتد مع الالغوريثم. حيت فاش كنهضروا على شي حاجه بحال مثلا غير مثلا الفوتوشوب، راه كل عام كتجيب واحد ابديت جداد، كتولي كتشوف نتايا واحد لي شورت كاتس زادوا بزاف ديال العيبات. وحتى في الكوطي ديال الماركتينغ مثلا، فاش كتجي تشوف الادز ديال شحال هادي، نعطيك ليميتر
2014 2015 مثلا، الناس كانوا كيدوزوا سبونسوريزي بالبنكو، كانوا فهمتي لاعبين على الفيسبوك، كان اي واحد تقدر تلقاه طالع سبونسوريزي، وكان تماك فين كان الفلوس بزاف. الفلوس امتى كانوا الناس كيضربوا الفلوس؟ بحال هذا البلان. دابا حاليا الوقت ولات ابديت بزاف، سكيف في دابا الناس ولاو كي كتسمع واش السي بي سي، كتولي كتدخل في دي تيرمون ديمو تكنيك اللي كبارين بزاف، فهمت يعني، بحال كتشد واحد الحاجه بدل ما تمشي اوبتيميزا فيها وتعطي راسك لها وتقراها مزيان، كتولي كتكبرها بزاف. هذا هو البلان اللي دايرين، وهذا هو البلان ديال فاش كيولي الانسان كيولي مدفك واش يمشي يشري الكورسز من عند شي حد ولا. المهم هذا موضوع. باش نرجعوا للبلان، بالنسبه للموظف مثلا، الموظف اول حاجه يقدر يدير هو يمشي الى ما عنده حتى شي سكيل، ما عنده حتى شي حاجه في يديه في الانترنت يديرها، يمشي يتفرج في اليوتيوب. وابري الى ما لقاش مثلا في اليوتيوب ولقى باغي شي حاجه اللي مزيانه، شي حاجه اللي حسن، شي حاجه اللي ما دايراش بزاف اوبتيميزا فيها، شوف يمشي اليوديماي، يوديماي ولا يمشي يقلب في الفوريومز، كاين بزاف ديال الفوريومز، هادشي كامل ونبارطاجيه في دوك لي هايلايت اللي عندي في ستوري فيسبوك اس اس اي يو، داكشي كاع هادشي اللي غيقلبوا عليه كاين تما. دونك الا الانسان غيسول على شي تول ولا غيسول على شي فوريوم ولا غيسول مثلا على شي كورسز ولا شي حاجه بحال هكا باش يبدا، راه كاين ديجا عندي انا في الهايلايت، غيشوفوا البلان تماك عندي في البروفيل. دونك باش نرجعوا للبلان ديال الموظفين، غيبداو اون فوا غادي يقادو السكيلز ديالهم في الكوبي ديال اللي اختاروا هما في الويب، غادي يبداو اون فوا غيبداو اشنا هي اول حاجه غادي يديروا؟ غيحاولوا انهم داك السيرفيس اللي غيعطيو يكونوا هما ارخص وحدين، يكونوا ارخص وحدين. وفين غيحطوا؟ شنو هي البلاتفورم اللي غيحطوا فيها؟ يقدر مثلا يمشي يخدم على الاوفلاين، يعني يقلب على شي واحد. نعطيك اكزومبل، انا لا كنت واعر مثلا في الديزاين، نقدر نقدا انا مع العائله تاعتي، نبدا نقاد لهم غير كارت فيزيت العائله ديالي، شي حد اللي عنده شركه ولا خدام في شي حاجه، انا نبدا معاه، انا نبدا نقاد لهم غير كارت فيزيت. انا بديت كنطلع، انا بديت كندير البراكتيس، انا غادي وكان كان 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 براكتيسي داكشي. من بعد ما كانت هذه ابسط حاجه، هو راه واخا كاين اللي عنده ذاك العقد مع العائله، ما يحملش يمشي يخدم في العائله ولا يدخل العائله في الخدمه، ولا ما عجبوش العائله يدوز للصحاب، يدوز ما عجبوش حتى الصحاب، باغي زعما يبقى مخبي وما يعرفوا حتى شي حد فاش خدام، يمشي يحط في جروبات الفيسبوك انا راه غنلونسي هذا السيرفيس هذا فور فري، لا بغا البلان هذا راه انا نخدمه ليه فور فري. سو الفكره هو انه ضروري انك تخدم فابور في الاول، ما تخدم في الاول فابور، ولكن بعد غادي تقاني واحد الاكسبيريونس. فاش غادي تقاني هذيك الاكسبيريونس، غتولي انت اكسبيريونس في ذاك البلان اللي نتايا من بعد غادي يولي هو المهنه ديالك، من بعد غيجيك ساهل انك تفالوي السيرفيس ديالك، يعني السيرفيس ديالك غادي يولي فالويتد باي ثمن. تقدر مثلا كاع مثلا يجي الواحد يقول لك، يجي عند كليان ابري من بعد ما توصل لونيفو تاع اجونس ولا انك تكون فريلانسر واعر، اجي عندك الانسان تقدر تفاكتوري عليه اي ثمن بغيتي. علاش؟ حيت انت ديجا البورتفوليو ديالك عمار صافي، فهمتي، عمار وديجا عندك ريزيرف، ديجا عندك ما يتقال. دونك بالنسبه لهذاك الموظف كما قلت لك، غيبدا بالدي بلاتفورم، البلاتفورم اللي باقي دابا الناس كيضربوا فيهم الفلوس وخدامين فيهم. الا كنتي عزيز عليك الخليج، تمشي للمارشي في الخليج، غتخدم في هذا في مستقل الخدام مزيان، باقي دابا الناس خدامين بها، تمشي غادي تشوف اشنا هي لاسيب اللي غتبدا بها، وغادي تخدم في مستقل، غادي تحط غتبدل البورتفوليو ديالك. الا ما عندكش بورتفوليو كيما قلت لك، غادي ترجع تبدا بالميثود تاع فور فري، باش تجمع داك المعرض الاعمال ديالك او البورتفوي ديالك، غتجمعها وغادي تحطها انت في داك المستقل، وغادي تريقل البلانات ديالك، توسكي انفورماسيون هذا غادي تحطو. ابري من بعد غادي دوز لافاز ديال انك انت غتولي كيبانوا لك مثلا العروض. شوف الفرق، ماشي انت كتحط الخدمه ديالك مثلا فايفر وكتسنى، ما كتحط الكيك كما تنقول، تحط الكيك وتسنى، لا، البلان هو انك انت كتشوف الخدمه كتبان لك، كيقول لك انا مثلا راه محتاج هذه الحاجه هذه تخدم صايب، خاصك انت تنوض تهضر على راسك تجاوب. عفيت ليا كنت هضرت مع واحد السيد ديجا في
واحد البلان اللي انا ما ماشي بروف شحال هذه وشكون اللي البلان اللي قادو. درت ليه دروب سيرفيسي انا، الحاجه اللي درت هو كرياسيون كونتوني ريداكسيون تو سكي نيغوسياسيون عندي، مشيت نيغوسيت معاه درت معاه ابل زوم صافي الكليان صافي، دزنا لابارتي ديال انه فهمتي يعني يخلص وهذا وهذا. والكليان فين كاين؟ كاين في البحرين. وشنو كيدير هو؟ بيخرج واحد البرودوي ديال دوك القراعي اللي ديال الماء اللي كي مثلا كيغارديو البروده ولا كيغارديو السخونيه، جايب واحد ليدي لواحد ليدي عنده فوالا. هذا هو الكليان اللي خدمت معاه. دونك عطيتكم غير اكزومبل، غتلقاو بزاف ديال الكليان. تقدروا تلقاو واحد مثلا بيحل سناك، تقدروا تلقاو واحد بيحل بغا شارت جرافيك للشركه ديالو، تقدروا تلقاو اي حاجه فهمتي. ولكن البلان اللي خاصكم انتم تبوزيسيوناو عليه هو انه تكون البورتفوليو عامره. باش ما كانت البورتفوليو عامره، باش ما انك انت كتسهل المأمورية ديال انك تشد كليان. دونك غتبدا من هنا. الا انت ما عجبكش كاع انت تجيب كليان مثلا من الاونلاين لا مستقل، ولا انت ما عندكش لونجلي، لونجلي انتوما هاد لونجلي هادي ما يبقاش عندكم مشكل فيها. انا نعطيكم السيت سيرو دخلوا ليه شدوا كاع فيه، حتى السيرتيفيكا راه غاناضي. عندك البيجينر مود، عندك الانترميديت، عندك الابر انترميديت، وعندك الادفانسد. هادو كاملين غدوز منهم، ولكن خاصك تجلس وتقرا البلان. هو غتمشي ديرو سايلور اكاديمي، غتكتبو سايلور اكاديمي، راه هي واحد الاكاديميه كاينه في فلوريدا كتعلمك. المهم كاين بزاف ديال اللي نيش تقدر تعلم بروغراماسيون اي حاجه، وكاين سين انت تما كتعلم لونجلي فهمتي. راه كيكونوا دي تيست، كدوز دي تيست، ولا ما جبتيش في التيست مزيان ما غاديش تنجح، ما يدوزوكش الاختبار الجاي، وغتبقى غادي وغتطلع لونجلي ديالك. كذا طلعت لونجلي ديالك، شوف شحال دابا التايمين، علاش كنهضر، شوف شحال الوقت غادي تخدم عليه باش انك توصل للنيفو تاع انك تكون فريلانسر مزيان. دونك هنا كنعطي لا فاز ديال العربيه، وهنا غادي نشرح لا فاز ديال لونجلي. دابا لا فاز ديال لونجلي باش انك تمشي تعطي واحد البروبوزل لواحد الكلاينت اللي هو كيهضر بلونجلي، كيخص اصلا انت تكون عندك ديك لونجلي مزيانه. بالنسبه لي مثلا انا خدمت مع ثلاثه الانواع ديال الناس، خدمت مع العرب، وخدمت مع الفرنش، وخدمت مع اللي كيهضر بلونجلي انجليش سبيكرز حتى هما هضرت معاهم. دونك انا بالنسبه ليا ما تمشيش مع التوندونس، ما تمشيش انك انت غتشوف مثلا هي الناس مثلا راه لونجلي راه فاهمين، حتى تمشي لعند هذوك الكليان اللي بلونجلي. لا، خاصك تمشي بحاجه اللي كتميتريزيها نتايا. دونك اون فوا انت غادي تمشي مثلا الفايفر مثلا وغتقبض الكيك، انا نعطيكم ميثود عاوتاني اللي كاينه دابا. دابا الا مشيت درتوها في فايفر غادي تجيبوا غتدخلوا الاوردر ضروري في الكيك ديالكم. نعطيكم جوج كاع، نعطيكم جوج. الحاجه الاولى البلان الاولى شنو هو انكم تمشيو ما تحاولوش مثلا ديروا مثلا، نعطيكم مثال، بيتي ديروا وورد بريس، ما تمشيوش انكم مثلا ديروا راه I will مثلا create your website أو your WordPress website for more. لا، خاصكم تمشيو للميكرو نيتش. هادشي إلا بغيتي تضربوا أول أوردر، نعطيكم إكزومبل. مثلا WordPress كاملو تكري مثلا سيت ويب ديال WordPress كامل، ولا ما ديرش أنت هذاك البلان ديال تكري سيت ويب ديال WordPress كامل. لا، رجع اللور وقلب على شي حاجة ميكرو داخلة في WordPress. أشنا هي؟ نعطيك إكزومبل. مثلا تجي انت يقولوا لك انا راه محتاج شي حد اللي يدخل لي لي برودوي بو كوميرس، هادي ساهله. غتمشي تحط انت كيك تاع انك انت كتدخل لي برودوي بو كوميرس ولا بماجينتو ولا بريستا شوب ولا باي بلان بحال هكا. دونك هاد بحال هاد لي كيك هادو تقدر تبدا بهم. خلينا من ديك لي كيك عاوتاني اللي دارت بوم في الديزاين تاع انك تمشي تحيد الباك جراوند، هذيك صافي تحرقات دابا. هاد لي كيك هادو هما اللي خدامين. الدوزيام البلان، دوزيام ميثود اللي كنت بغيت نقول لكم في فايفر اشنا هي، هو الترجمه. الا كان عندكم مع الترجمه تقدروا انكم تترجموا من العربيه للفرنسي ولا من الفرنسي للعربيه. هاد الكيك هذا خدام، حاولوا غير تهبطوا الثمن ديالكم، وحاولوا تشوفوا هذوك الناس اللي طالعين في الموست بوبيلر، طالعين في الاول في السيرش في الاول في الترجمه، هذوك حتى هما راه فهمتي. اون فوا طلع انت غير خمسة نجمات الاولين كاسيلر فايفر، اون فوا يكون عندك دوك خمسة نجمات صافي، راك غادي دوز للمرحلة الأخرى تاع أنك غادي تسبيسياليزا في النيتش اللي بغيتي نتايا.
الاهم عندك هو انك تقلب على شي ميكرونيت اللي غادي تجيب فيه مثلا السيل تاعك الاول، ابري ديك الساعه غادي انت تمشي دير سيرفيس اخر. حيت اون فوا كتجيب انت السيل في الكيك الاول اوتوماتيكمون داك الكيك ديالك كتغاني، خصوصا الا كان ريفيو ناضي ونقي وشكرك وهذا فهمتي، ولا عطاك كاع شي تيب زاد خلص فوق ولا هذه. كاينين الانسان غادي يعرفوا ان هذا السيد هذا راه تحفه، راه غادي يخدم معاه غادي يغيزني في حوايج اخرين. دونك هذه بالنسبه للونجلي. دونك انتم كاين واحد لونجلي الحاجه اخرى اخي امين، قدر يديروها حتى مثلا نفس القضيه، يقدر يديروها مثلا في الانستغرام، نقولوا مثلا انت غتقاد لي لوغو، غتمشي مثلا على الهاشتاج مثلا نفترضوا ديال ريستورو، تدخل الهاشتاج ديال ريستورو، تدخل اللي بالك عندها شي لوغو مثلا عينيك شي ديال لوغو، بالك شي لوغو عيان، غتصيفط لهم بالله انا ممكن انا نقاد لكم لوغو، يكون عندك بورتفوليو غتصيفط لهم، تقدر تعطيهم شي اكزامبل ياك، وكتصيفط لهم زعما كتصيفط بزاف بحال هكا، يعني مثلا كل ساعه تصيفط واحد تقريبا واحد خمسه الناس ولا اربعه الناس باش ما يوقعش داك البلوك ولا شي حاجه، يعني حاول تفوتش اربعه الناس في الساعه، وتلقى يعني في النهار تلقى راسك تصيفط على الاقل واحد 40 واحد ولا 50 واحد، الا جاوبك اي واحد راه مخير، الا شديتي نقولوا غير ثلاثه في السيمانه راه تكون مزيان، خصوصا انك الا شارجيتي بواحد 50 ولا 100 ديال الدولار ولا انك اكثر على حسب ديك الساعه السكيل ديالك، فتلقى هي ممكن انك ديروها غير البلان ديال فايفر بس زوين، هو انك من كديرو كتبقى تزيد في الروتر، يعني تقدر ديروهم بجوج ضربين ضربين. يس فور شور فور شور. لحد الساعه الاخوان كيف ما كتشوفوا كنهضروا في كوتي فريلانس، مازال ما دزناش لانك تستارتي الايجنسي ديالك، حيت باش انك توصل النيفو تاع ايجنسي خاصك تكون دزتي من هذه المرحله انك كنتي فريلانسر. دونك من بعد ما انك كتدوز بحال هذه القضيه اللي قال خاي عبد الفتاح ديال انك تمشي مثلا تشوف مثلا شي البوزوان، ديتيكتي البوزوان عند شي ريستورون ولا عند شي شركه كيف ما كان. غادي نعطيكم ميثود ديالها اللي كنت انا كنخدم بها اليبوك. شنو هي؟ كاين جوج حوايج ونعطيكم التول. المهم ابار التول كاينه واحد الميثود اللي هي واضحه وباينه. الا كنتي كدوز في الاوف لاين وبان لك واحد 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 الحاجه بانت لك واحد بان لك واحد البوزوان، نعطيكم اكزومبل واضح. انا مشيت عند واحد الكليان هي كنت دايز من بعد ما توفى المرحوم الله يرحمه الوالد ديك الساعه، الله يرحمه ويسعده، ديك الساعه بقيت كنقلب كيفاش انا خاصني نطلع واحد البيزنس ديالي انا فهمتي. دونك اشنو قلت؟ بديت بالبراند، بديت بالحاجه اللي نخدمها انا في فوتوشوب ودوز في البراند ونجيبها للكليان. باش بديت بالكارت فيزي، دزت من حدا واحد المحل الكترو فلان هذا ريحت عنده بحال هكا، دزت هكا بان لي البلان سلام بخير، هاني كلشي هو هذا. قلت له انا حنا راه كنديروا هادشي ديال لامبريسيون هذا وهذا وهذا وهذا، مشيت عنده هذا قال لي كيفاش عندكم قال لي عندكم شي اكزومبل شي حاجه بحال هكا، انا نوريه الكتاب ديالي نيشان، وريته الكتاب ديالي هذا ما بقاش عاود معايا الهضر، عرفتي بحال شوف بحال حطيته على الطبله صافي. قال لي نيشان حق الله، قال لي هكا، قال لي بشحال بطلع لي هادي، قال لي بقدا وقدا صافي مرحبا يا هذا، والله الا عطى وان شوت فهمتي، ما كاينش ديك اللقطه ديال سير حتى ترجع ولا سير حتى مفكر، وان شوت معاه مشيت معاه قبضت هاد الكليان. هاد الكليان قبضته في الاوف لاين، كنت هي دايز ديتيكتيت البوزوان، مشيت هضرت معاه هذا وريت شوف كاينه القفله انا اللي استعملت هو هاد الكتاب، قلت ليه فوالا حنا راه كنديروا هادشي تاع ديزاين ولكن ما هزت معايا لي كارت فيزيت وهذا، ولكن شوف راه ها هو واحد اخر بروجي خدمنا عليه، ها هو الكتاب هذا هو راه هو اللي خدمنا. قال لي بشحال؟ قلت ليها بشحال؟ والبلان شنو كاين في البراند؟ كان ديجا انا عندي تعامل مع دوك لي زامبريسيون اللي كاينين مثلا في مراكش وصافي، يعني كنمشي وكنخلي لابار ديالي وهذا، ومن هنا بدات. هذاك الكليان شنو جاب ليا؟ جاب ليا كليان اخر تاع التسهيلات، وهذاك الكليان التسهيلات عاوتاني خدمت ليه واحد الكارت فيزي، فهمت ليه الديزاين وتخلصت ليه الديزاين وخليته هو يحماق مع التريزيون. هذاك الكليان اللي خدمت ليه عاوتاني الديزاين اش جاب ليا؟ جاب ليا دكتور كاين في الكلينيك لو مراكش، وشوف دابا انت البوش ار او غير كيفاش خدمت، وشوف الكليان كيفاش كيجي. دابا هاد الكوطي هادي اللي قلت لكم هادي ديال الاوفلاين، عاوتاني كاينه طريقه اخرى اللي هي في الاونلاين ولكن غادي تمشي توقف على واحد في الاوفلاين. شنو هي؟ هي جوجل ماب لا مشيتي كتقلب وبان لك مثلا واحد البيزنس اللي يلاه تحل وما عليه حتى شي نجمه، ما عليه حتى شي خمسه نجوم لا والو، ودزتي من تما ولقيتي فعلا كاين محل تما، عرف بانه عنده البوزوان في كل شيء، عنده البوزوان في السيت ويب، عنده البوزوان في لي زامبريسيون، عنده البوزوان في الاشهارات، عنده البوزوان في كل شيء، غادي تمشي غادي توقف عليه غادي تقول له السلام عليكم، هذه كاين
هاد السكريبتات هادو لا بغيتيهم مرحبا، راه نقدروا نصيفطوا لكم في البريفي، ما كاينش مشكل، راه نقول لكم ها كيفاش تدوي مع الناس، وها كيفاش تقدروا كاع توصفوا لي ولا تصوروا لي هذيك البلاصه كيفاش دايره، ولا توروني كاع داك الكليان كيفاش داير، نقول لكم ها كيفاش خاصكم تهضروا معاه. فهمتي؟ الحمد لله عطاني الله واحد شنو نقول لكم، واحد الحاجه كان كيقولوا لي الناس كنتميز فيها، وانا كنشوف راسي انني فاش كنديرها كنرتاح فيها، هو النيغوسياسيون. فاش كنكون كنهضر مع شي حد كنيغوسي معاه في واحد البروجي ولا شي حاجه، كنكون مرتاح، وانا فهمتي ما كنحاول ما كيكونش عندي واحد التصنع، ولا كنمشي كنقرا في شي كتاب ولا شي حاجه باش نيغوسي على شي حاجه، تيكون عندي داك الشيء كيخرج نيشان. دونك ابار هاد اللعيبه، هادي هاد اللعيبه نهضروا عليها من بعد في البيرسوناليتي في اخر بلان في يناير، راه ديجا مقاد عليهم، ديجا مقاد واحد طابلو ماغنيتيك راه مريق البلان. قلت لك البلان الثاني في هاد الشيء تاع لامبريسيون، في هاد الشيء عندنا مشتاجين ديال انك تجيب كليان، هادي ديال لوغو قلت لكم، كاينه جوجل ماب، وكاين افون اوف لاين، وكاينه لا تروازيام شوز هادي اللي فيها لوتيل، غتمشيو للينكدين وغادي تقصدوا الناس اللي كيبانوا لكم دي بي دي جي، غتمشيو تقصدوا بي دي جي، وغادي تمشيو للفلتر ديال لا ريشيرش في اللينكدين، غادي تمشيو وغتقلبوا على البوزيسيونمون فين كاين، مثلا واش مراكش، مثلا واش هذا، غادي تعاود ثاني دير بوزيسيونمون مراكش، وغادي تبدا كتقلب. اون فوا تقلب غيبان لك مثلا فونداتور ولا سي او، دابا راه سي او ولا فونداتور راه تقدر تلقاه بارتو، شحال هادي راه فونداتور سي او كانوا كيديروا غير لي زوتيل الكبار ولا شي كومباني كبيره ولا هذا، دابا راه تقدر تلقاه غير ستارت اب بحالنا حنا الوفابا، ودير لك سي او فونداتور، فهمتي شي حاجه فوالا. دابا نفس البلان دير ليه الاسقاط نتاع على واحد اخر، دير ليه الاسقاط على واحد اللي عنده مثلا اوف لاين بيزنس، اوف لاين يعني فاش كنقول اوف لاين بيزنس نقدر نقول لك دونتيست، نقدر نقول لك كابيني ديال شي دكتور شي طبيب، نقدر نقول لك دي كابيني ديال سبا ديال داك الشيء ديال الكينيسي ثيرابي، فهمتي، نقدر نقول لك دي زافوكا، فهمتي، اي حاجه، اي واحد كتحسوا انه بغى الاشهار، حيت فاش كنهضروا على الاشهار بالضبط كي اوتوماتيكمون كيخرجوا ثلاثه ديال لي زانكس، ثلاثه ديال لي نيتش، ثلاثه ديال الحوايج اللي هما كيخدموا بهم الناس. شنو هما؟ الديزاين، الويب ديفلوبمنت، والماركتينغ. كيف انت لا عندك وحده في هادو تقدر تمشي تبروبوزي عليه وحده. رجعوا للبلان لينكدين، الى ما هاد القضيه ما صدقاتش ليك ديال الفلتراج، وتصيفط لهم ميساج وهذا، وتهضر معاهم تقول لهم السلام عليكم انا راه هادي كندير، صيفط ليه بالونجلي، ولا بالك شي واحد كيكتب بالفرنسي صيفط ليه بالفرنسي، ولا ما عندكش النيفو في الفرنسي مزيان كاين واحد السيت ويب سميتو بون باترون بوان كوم، سميتو بون باترون بوان كوم، هذا كيقاد لك السبيلين ديالك، حيت انا ماشي شي نيفو واعر في الفرنسي، سوا المهم النيفو ديالي بيان متوسط، المهم ماشي بحال لونجلي. دونك انت باش تقبض الكليان في الاوف لاين في هنا في المغرب، واغلبيتهم كيدويو فرونسي، دونك انت خاصك تكون كومبيتون وتبان انك انت كتهضر بالفرونسي مزيان، حيت فريمون هذا راه واحد لوبستاكل اللي هو خايب عند الناس، فهمتي، يعني الا ما عندكش الفرونسي راه صعيب، بحال كتبين انت راك جاي بغيتي تقول لي واحد السيرفيس وانت راه ماشي اصلا كومبيتون حتى في اللغه، فهمتي البلان. دونك كيما قلت لك غترجع للينكدين، غتمشي كاينه واحد التول كتجبد لك النمره ديال هذاك لا بيرسون اللي في لينكدين، وكتجبد ليك لادريس ايميل ديالو نيشان اللي عنده، وكتجبد ليك بقى غير العنوان خاصكم تخلصوا عليه البريميوم، هذاك خاصكم تخلصوا باش تطلعوا العنوان تاع هذاك السيد، ولا كان حاطه هو في لينكدين. دابا البلان هاد اللعيبه سميتها لوتشا، لوتشا افيك سي اش، غتمشيو تقلبوا عليها ديروا لوتشا، غادي تدخلوها اكستنسيون في جوجل كروم، وان فوا دخلوها جوجل في جوجل كروم اكستنسيون كيكون واحد الفري كريديت كتبقى كتخدم بيهم، كيعطيهم ليك كتبقى كتدخل كتلقى النوامر تاع لي بيرسون. انا بين قوسين انا لقيت نوامر ديال الناس اللي هما معروفين في المغرب، وفتح لي الشرف انني نمشي نتلاقى فيهم بلا ما ناخذ نمرتهم، مشيت تلاقيت معاهم وهضرت معاهم، وراه ديجا نمرتهم كانت باينه، فهمتي. دونك هاد ليكستونسيون هادي سميتها لوتشا، فهمتي، وهي اللي تقدر انك تقبض بها الكليان، وانك تمشي تهضر مع الكليان نيشان، الا بغيتي تحيد داك ديك لا بارير ديال لا ريسبسيونيست، حيت هذا عاوتاني بروبليم اخر.
عندنا كتعيط مثلا في 05 السلام عليكم هذاك كتقول لك دابا ندوز ليك الديريكتور تاع من بعد تبقى كتجرجر فيك في الاخر ما كتوصلش لشي حاجه ما كتوصلش لواحد الجول في الخدمه تاعك. ولكن البلان اللي كاين هو خاص تكون عند الانسان الكونسيستنسي. إذا كانت عند الانسان ديك داك 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 انه يبقى اليوم غدا واخا هكاك ما كاينش ريزولطا وكيبقى غادي وكيقلب وكيشوف وكيماكسيميزي لي سورس ديالو باش ما فهمتي فيسبوك لينكدين الاوف لاين بوشا او غاي كيبقى خدام من بعد غيبداو كيطيحوا عليه الكليان بلا ما يشعر غيكون خدام في امان الله في واحد البروجي يجي عنده واحد من البوشة او غاي يقول له السلام عليكم راه قد جيتي السيت ويب الفلان وراه صيفطني فلان عندك بغيت عافاك قالت لي السيت ويب بحال هذا غير هو انا مثلا يقدر يقول لك بغيت سيت اي كوميرس افيك هذاك السيستم دو ريزيرفاسيون وهذا وانت قد جيتي سيت فيترين مثلا بواحد الثمن انت وليتي في واحد الشيفر تبارك الله اش نسيني دونك بحال هكا كتبدا ابري من بعد ما كدوز من هاد ليتاب ديال الفريلانس اشنو هو المشكل اللي غتلقى عندك المشكل اللي غادي تلقى المهم من بعد ما انك تحاول يعني تقاني واحد سكيلز فهادو اللي قلت لك انا كنسطر على ثلاثه ديال لي سكيلز ثلاثه وانا راه ماكسيميزيت يعني جينيراليزيت بلوتو هذا هو المول اللي كنقلب جينيراليزيت ديزاين بكل فهمتي الخيوط ديالو والويب ديفلوبمنت بكل داكشي ديالو والماركتينغ ديجيتال هو الديجيتال ماركتينغ حتى هو بكل شيء ديه هاد الحوايج الا كنتي كتميتريزي حاجه وحده فيهم جوسكو بو حتى الاخر يعني انت واعر في واحد الحاجه راه تقدر انك دير ديجيتال ايجنسي زائد خاص تكون عندك واحد اللعيبات في لا بيرسوناليتي ديالك حيت ما يمكنش لك انك تكون انت كتماناجي واحد الديجيتال ايجنسي وما عندكش واحد ما كتعرفش تورغانيزي لي شوز ولا ما كتعرفش انك المهم عندك مشاكل اللي هما في الشخصيه ديالك هنا غادي تلقى ما عمر هذاك البيزنس ما ينجح حيت الا رديتي البال ها في لي بروغرام اللي كيدوزو مثلا في التلفازه بحال شكون مشروع سمح لي راه ذكرت السميه ماشي مشكل ياك بحال مثلا لي بروغرام اللي كيدوزو في التلفازه بحال شكون بغا يستمر في مشروع راه البيزنس انجل راه بعض المرات ما كيستثمرش في ستارت اب ديالك راه كيستثمر فيك انت كشخص اللي كتجيري هذيك ستارت اب وديك ديجيتال ايجنسي سو انت خاص يكون عندك كتميتريزي حاجه وحده الا كنتي كتميتريزي حاجه وحده ولا دزتي منهم ثلاثه وما ميتريزيتيهمش كاملين اسيدي تخصص لي انايا في الماناجمنت كون هي ان بون ماناجير ويكون عندك النيغوسياسيون الاخر فهمتي يعني كطيح مع بنادم اطابل هكا كتطق كتني صافي كتنوض تمشي في حالك بالصحه والراحه كتشد هذاك الشيء اللي تشد الكونترا كتمشي الناس كتقول لهم فوالا الكاي تشارج خدموا لينا الاخوان على هذا كترجع للتيم ديالك ولكن افون ما توصل لهاد لي طاب هادي كما قلت لكم خصك تكون كتميتريزي المهم ثلاثه الحوايج اللي هما تكنيك ولا حاجه وحده اللي هي تقدر تكتسبها هي الماناجمنت لكن تي ان بون ماناجر حيت واخا يكون عندك هادو لي تكنيك خاصك عاوتاني تكون ان بون ماناجر باش انك تقدر تطلع على الديجيتال ايجنسي ديال هادي من جهه واحده نقدر نزيدكم واحد الحاجه خامسه في هاد اللعيبه شنو هي البيرسونال براند يعني فاش انت ساليتي لا بيرسوناليتي ديالك وليتي كتخدم على البيرسونال براند ديالك الا وصلتي خدمتي على البيرسونال براند عاوتاني هذيك حاجه اخرى عاوتاني راه تدخل في واحد لو نيفو اخر ديال النيتش ديال لا سيب وتولي كتخدم مع كليان اخرين اللي هما واعرين بزاف وغتولي فهمتي يعني غتسكيلي البيزنيس ديالك دغيا دونك كما قلت لكم من بعد ما كتقبضوا هاد لي تخوا سكيلز ولا قبضتوا وحده منها ولا كانت عندكم غير لو سونس ديال الماناجمنت وكنتوا كتورغانيزيو يعني لي طاش وهذا مزيان هذيك الساعه بالنسبه لي زوتيل باش نكونوا كنهضروا في نفس الوقت غادي مزيان انا كنخدم غير بجوجل شيت وكنخدم بتريلو وبعض المرات كنستخدم ديسكورد وفي الميت مع التيم ديالي وهذا كنستخدمو جوجل ميت هو اللي كنستخدمو دونك فوالا هادو هما اللعيبات بالنسبه لي زوتي اللي كنخدمو بالديسكورد والجوجل ميت مؤخرا كنا كنفكروا في اننا نجربو سلاك قالها لي السي ايوب مرشيش الله يجازيه بخير حنا نجربوه مازال ما تحش فرصه باش نجربوه دونك البلان دابا اللي وصلنا فيه
هو انك تحيد من الفريلانسر وتدوز الايجنسي. باش تدوز الايجنسي فريمون راه واحد غتولي كتنيغوسي بواحد الثمن اللي هو كبير بزاف على انك كيما كنتي فريلانسر. لا بتاتي البال فاش كتكون فريلانسر وكتاخد دوك لي ميكرو سيرفيس، غادي تكون كتاخد هادوك لي ميكرو سيرفيس بواحد الثمن اللي هو على قد الحال. ياك متفق معايا سديدي؟ فرق في البرايسين تاع ايجنسي وديال فريلانسر. غير الكليان فاس كيسمع ايجنسي يقدر يتخلع ويرجع ما باقيش يخدم معاك. تولي انت واخا عندك ايجنسي تولي تقول لي انا نخدم بها فريلانسر. انا عاوتاني كنهضر على حساب انت كيفاش بغيتي تشوف هذيك الديجيتال ايجنسي. واش كتخدمي مع الناس اللي على قد الحال، كتفيزي واحد الفئه متوسطه، ولا كتمشي كتفيزي لي انفلونسرز؟ حيت الانفلونسرز حتى هما راه تقدر تخدم معاهم فهمتي في بروجيات، ولا انك تمشي كتفيزي مثلا واحد لي زوتيل الكبار، ولا فهمتي الشركات الكبار لي ميتي ناسيونال وهذا، ولا انك تكون كتجمع بيناتهم كاملين تتكومبيني بيناتهم. غير هو راه صعيبه عاوتاني من واحد الناحيه اخرى في الكوتي تاع الماناجمون، يعني هاد النيفو هذا من الاحسن انك تخرج على انك تقدمه. المهم اهم حاجه هو انك تحاول تسطر الفكره ديالك والرؤيه ديالك، حتى غادي تقول انا فاش غادي نبدا هاد البيزنس هذا وغادي نحط هاد الديجيتال ايجنسي، غادي نمشي انا نخدم مع الانفلونسرز، ولا غادي نمشي نخدم انا مع، نعطيكم عاوتاني واحد الفكره اخرى، نخدم مع الروابط، ولا نخدم مع الموسيقيه لي ميوزيسيان. نمشي نقول لهم شوف انا ولي كنهضر مع دي اجونس ايفيمونسيال، يمشيو يحطوا مثلا واحد فهمتي، هما يديروا ديك الكوتي اللي هي توسكي مثلا الكرا وهذاك الشيء، وانت الاهم عندك هنايا غادي تخدمي على الديجيتال ماركتينغ، غتجيب لهم لي فونت لاشا ديال التيكيت وهان تنادي هذا مثلا. المهم شوف شتي الديجيتال ايجنسي راه كبيره بزاف، راه واحد البحر ديال لي سيرفيس اللي تقدر تخدم عليهم. ولكن باش انك نتايا يعني تخدم على حاجه وحده، هي اللي خاصك في البزيه ديالك، هي اللي خاصك باش انك تبدا. خاصك تخدم على نيتش واحد، تبدا بسيبل وحده، بغيت نمشي نكري لي سيت ويب، انا راه غنمشي نكري لي سيت ويب، ما باقي غادي ندير ما نديرش هادي وندير هادي، ولا بغيت ندير هادي خاصني نضرب الحساب الوقت التايمين، فهمتي كيفاش بغيت ندير لها. دونك هنا فاش غادي تبدا دير لاجونس ديالك، غادي تقول لي كيفاش غادي نجمع انا التيم، كيفاش التيم ديالي غادي نجمعو. هنايا التيم كيفاش كيتجمع، انا نعطيكم الفكره ديالي حيت نورمالمون هاد اللايف انا اللي مستضيف فيه، دونك غير نعطيكم التجربه ديالي. انا في السيليكسيونمون ديالي لي بيغسون اللي كاينين معايا في لاجونس راهم مسيليكسيونين بعنايه تامه، فهمتي؟ يعني ماشي بالضبط انه يكون واعر في الدومين، ولكن كاين شي حوايج اللي كيكونوا داخلين في لي برانسيب ديال بنادم. كيف انت خاصك تحط حداك ناس اللي لي برانسيب ديالهم فهمتي واعرين يمكن يكونوا واضحين. شوف ديك اللقطه ديال المكارم الاخلاق اللي قرينا في الصغر، فهمتي؟ يعني دوك اللعيبات كاملين اللي كيتجمعوا في واحد لا بيرسون اللي هو مزيان، لي برانسيب ضروري. الا كنت انت جبتي واحد اللي هو فهمتي، يعني دخلتي واحد التيم ديالك، وفي نفس الوقت هذاك اللي دخلتي التيم ديالك راه لي برانسيب ديالو ماشي هما هادوك، راه يقدر يعطل عليك البروجي، راه يقدر يطفي عليك التليفون، راه يقدر يدير لك بزاف ديال العراقيل، وغادي تولي حشمان مع الكلام، وغادي تولي تقول يا ربي كون بقيتي فريلانسر ديال راسي، فهمتي البلان؟ دونك اهم حاجه انك تكري اجونس هو السيليكسيونمون ديال ليكيب ديالك. حيت الا ما سيليكسيونيتيش هذيك ليكيب مزيان وبعنايه، ما عمر هذيك لاجونس ما غادي تنجح. سيليكسيونمون ديال لاجونس ديالنا حنايا، الناس اللي خدامين معايا انايا كما قلت لك مسيليكسيونين بعنايه تامه، وناس اللي هما بروفيسيونيل تيست تيست قسمك تيست ده مزيان، ده مزيان ده. غير التليفون سخون. المهم قلت لك اخاي ارتاح. كان واحد فيس كان عندي كان يخاف التليفون يدفع. ما داير ليه الشهر داك الشيء، فاش ما داير 3G، ما بغيت ندير الواي فاي ولا شي حاجه باش يكون اللايف غادي ما مقطوعش، غادي نيشان بحال التراب.
وي خسارة تسير اخي. بلان، البلان اخي اللي كاين في هذا البلان ديال السيليكسيونمون هو خاصك سيليكسيوني بلي برانسيب، خاصك تفيزي الشخصيات ديال كل واحد. وبيان سور راه انت راه ماشي شي واحد اللي هو كفء باش يدير هذه اللقطه، راه عاوتاني راه انت وشوف راسك واش انت مزيان، واش عندك برانسيب اللي هما مزيان. دونك هذا الشيء مع الوقت مع لي بروجي كيفاش غادي ديتيكتي، غادي ديتيكتي بطريقه اللي هي واضحه وسهله وباينه. هو ليكيب اللي هي معاك خاصكم تكونوا كومبليمونتير لبعضياتكم، واحد مثلا والتسامح، عرفتي التسامح مهم بزاف، وان الانسان يكون فهمت يعني. عطيك مثال دابا هنا، علاش قلت لكم ديك اللقطه ديال السكيلز، انا عطيكم اكزومبل مثلا واحد فلان مثلا في ليكيب ديالك مثلا ما سالاش مثلا واحد المهمه وقدر الله سافر ولا شي حاجه، وانت عندك ديك السكيلز ما غاتمشيش تسوتريتي وتمشي في البراي، ملي غاتخلص غاتمشي تخلص السوتريتون ولا شي حاجه، تقدر تخدم عليها انت نتاني الا كنتي هذيك لاجونس يلاه باديه، فهمتي مازال ما وصلتيش للنيفو تاع انك نتايا فهمتي يعني. دابا كنهضروا غير في لافاز ديال لاجونس باقا يلاه باديه، ماشي لافاز ديال لاجونس طلعات وكبرات وكاين تيم بزاف، حيت انا ولو كان تيم بزاف راه واحد غادي يجي ويدير الخدمه تاع هذاك والسلام عليكم. ولكن في البداية ديال التيم من ورا السيليكسيونمون هادشي اللي كاين، خاصك تبازي على لي برانسيب و ليكيب تكون كل واحد كومبيتون في الدومين، وتحاولوا تسبيسياليزاو نيتش واحد، حيت لا تسبيسياليزيتو في نيتش واحد هذيك الساعة غادي تكونوا معروفين في هذاك الشيء، غتكونوا معروفين في هذاك السيرفيس اللي كديرو، وغيولي الكليان يجي عندكم نيشان وقاصدكم في هذاك السيرفيس اللي كديرو. دونك واحد غادي النقطة أخي أمين، بالنسبة للتيم ماشي تجيو وتجيبوا تيم كبيرة كنيشان من الديبا، راك تزيدوا بواحد بواحد عند انك محتاجه ضروري، مثلا زادت عليكم خدمة وما قادرينش، مثلا انتم جوج الناس ما قادرينش انه تكملوها بجوجكم، عاد كتزيدوا واحد، ماشي حيت بغيتي تزيد واحد، يعني صح ضروري تاخذوا هذه النقطة هذه. بصح. بالنسبه يعني امتى كان كيما قلت لك امتى كان 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 نوضو كنزيدو مثلا ديزاينر ولا كنزيدو واحد ويب ديفلوبر ولا شي حاجه، كنزيدو على معايير. امتى كنزيدو الى كثروا عندنا لي بروجي اللي كنخدموا عليهم كيكونوا كثار. كنخدم مثلا مع واحد فلان في البلاصه، كنخدم مع واحد فلان في واحد البلاصه، وكنخدم مع هذا مثلا في الفيسبوك ادز، هذا كنخدم معاه في جوجل ادز، هذا كنخدم معاه مثلا في السوشيال ميديا مانجمنت، هذا سد ليه لا استراتيجي ديجيتال كامله. شكون كنقول استراتيجي ديجيتال كامله يعني سد ديك البراند وقبض لها كل شيء، قبض لها الانستغرام ادز، قبض لها كوتي تاع ماركتينغ وويب ديفلوبمنت مانتونونس السيت، وقبض لها حتى الديزاين حتى الاكستيريور حتى دوك لي فلاير وداك الشيء اللي كيجيو من عندك انت اللي كدير لهم الديزاين. دونك غنطرق لهذا الشيء من بعد، غنطرق كيفاش يعني قبض كليان بحال هكا. دونك البلان دابا اللي كاين هو انك خاص يعني دوك الناس اللي الكليان اللي عندك خاصهم يكونوا اكثر، وانت نازل عليك الضغط وخاصك وليتي كتقلب على انك تسوتريدي ديك الساعه، كتولي كتقلب على انك انت خاصك تكبر التيم بدل من انك تسوتريدي. حيت اذا كبرتي التيم الناس اللي كيكونوا معاك كيكون عندهم واحد الحب الانتماء لهذيك البلاصه اللي انت فيها. وفاش كتربي واحد، ماشي كتربي انت براسك، كتربوا كاملين على واحد ستارت اب بحال لا خاصها تكبر، وكل واحد كيكون مريح مثلا في ديك البلاصه وكيدير هذيك الخدمه كيولي هذاك الواحد براسو كوميرسيال ديال ستارت اب، كيولي هذاك براسو كيمشي كيجيب بروجيات وكنخدموا عليهم مجموعين وما عندوش الاشكال. علاش؟ حيت ربيتي واحد حب الانتماء، ماشي بحال انت لا جبتي كتخدم معاه سوتريتون بحال ما درتي والو، بقيت فريلانسر وبقات تسوتريتي لعباد الله. دور البلان دونك اون فوا انت كدوز البلان ديال الايجنسي وكتكبر الايجنسي ديالك كيكثروا عليك لي كوموند وكتولي كتخدم بزاف، هنا باش يعني نعاون الدراري نوضح لهم لي كوموند كيفاش كيجيو ولا لي كليون كيفاش كيتقبضوا. كما قلت لكم في الاول كاين انك تمشي تفيزي واحد البوزوان في الاوفلاين بيزنسز كيف ما قال لك عبد الفتاح، غتمشي تشوف مثلا واحد خصو لوغو ولا خصو هذا ولا خصو شي حاجه وغادي تمشي. لكن انت عندك مع الوان شوت كان عزيز عليك انك تمشي باش تمشي باش قبض كليان، راه مزيانه. ما كنتيش انت باش كتمشي باش كتقبض كليان، راه كتمشي وكتخلي ليه كارت فيزيت، ما خليتيش ليه كارت فيزيت، اهضر معاه قول ليه شوف انا راه خدمت لهاد الناس هادو، وحاول فاش تمشي عند واحد الكليان
خاصك تكون انت ديجا خدام لواحد اللي هو واعر، خاصك تكون خدام ديجا لواحد اللي هو معروف، فهمتي؟ اللي هذاك ذاك الكليان اللي مشيتي عنده ولا شي كون ولا كاع شي كونكيرون ديالو، فهمتي؟ باش كتمشي عند هذاك كتوريه الكونكيرون ديالو، كيشوف الريزولتا ديالو معاك انت كيفاش خدمتي لهذاك الشيء، راه امبوسيبل انه يقول لك لا. وشتي في هذا الدومين هذا ديال الديجيتال ايجنسيز راه مازال كاين الخصاص، راه مازال كاينين، راه مازال كاين غير انا مؤخرا راه كاينين دي كليون اللي تيقول لك غير تكلف ليا، انا راه انا ما عنديش درايه بالديجيتال ولكن انا تايق فيك اي تكلف ليا، انا ما عارفش، انا المهم عندي هو نشوف هذا الريزولتا هنايا، هو نشوف لي فونت، هو تجيني الليد، هو يجي شي واحد يتسجل عندي في المدرسه، هو فهمتي لي زيكزومبل. دونك الاخوان فاش توصل للمرحله ديال انك كتكبر التيم، هنا كتولي كتقول اش ندير ما ندير، واش نمشي ندير لوكال ولا لا، واش غادي نمشي ندير لوكال ولا نبقى خدام هي في الاوفلاين وخدام هي ريموت. دابا البلان ديال اللوكال امتى حنا كنفكروا اننا نديروا اللوكال، هو فاش كيكون عندنا واحد الانكام اللي هو كبير ياك، وفي نفس الوقت حنا ولينا باغين واحد الشريحه اللي هي مهمه، باغين واحد الشريحه اللي هي مهمه وما كايناش لا في الفيسبوك لا في اللينكدين، ماشي كاع اللينكدين ما تلقاهاش كتكونيكتاي داير هذاك اللينكدين وراه بي دي جي ديال واحد لوطيل ولا ديال واحد الحاجه وما عندوش حتى داك الديبارتمنت الماركتينغ لا تهضر معاه ولا الديبارتمنت الكوميونيكيشن لا تمشي تكومونيكي معاه ولا شي حاجه، يعني واحد البيزنس اللي هو يلاه بادي ولا شي حاجه بحال هكا، كيف فين انت شنو غادي دير؟ غادي تبدا بحال هكا، غادي تمشي غادي تشوف الانكام ديالك، واش 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 هذاك الانكام، يعني الا مشيت انا كريت مثلا واحد البلاطو ولا مشيت كريتي واحد لابارتمون ولا كريتي واحد ستوديو، المهم على حساب، على حساب كتمشي انت كتكري على حساب، وخاص ديما اللوايي الكرا لي شارج ديال الكرا راه خاصهم يكونوا اقل بكثير من داكشي اللي انت كتدخل مع الايجنسي. كاين واحد القضيه بالنسبه للايجنسي، راه كاينه واحد اللعبه عاوتاني مهمه فاش كتجمع التيم، راه كيخصك تعرف واش انت هذوك التيم واش غتخدم انت وياهم بدي كوميسيون ولا غادي تخدم انت وياهم بصالير، ولا تمشي دير لهم صالير. ودابا باش انت تمشي تشد واحد ودير ليه صالير خاص تكون انت ديجا انت كتشيفري كتار، فهمتي؟ يعني انت غادي تجي وغادي دير كامباني وهذا وهذا، نعطيكم انا واحد السوليسيون اللي هي سهله وزوينه وواضحه، الا انت ما قدرتيش دير هذوك لي شارج وتوصل لهذوك لي شارج وغادي هي دقه دقه حتى يحمل الواد، غادي يمشيو بواحد الطريقه اللي هي سهله، غادي كل واحد في هذوك التيم اللي عندك غادي يديروا اوتو اونتربرونور، فهمتي؟ وانت غادي دير اوتو اونتربرونور، غادير لاسي في ديك الفانكشن ديالك، دير مثلا كرياسيون ايبرجمون دي، فهمتي؟ يعني انفورماتيك، واحد اخر يمشي يدير ديزاين، ديريكتور ارتستيك هذا، وانتوما كتخدموا على لي بروجي ديالكم، انتوما بحال شي فريلانسرز مثلا، ولكن مجموعين بالترم ديال اجونس حيت باغيين تطلعوا ديك لاجونس. هادي في حالة انتوما مازال ما وصلتوش انكم طلعتوا ديك لاجونس. اون فوا كتطلع ديك لاجونس كيولي خصك تفكر لي سالير لي الا بغيتي دير لوكال لي شارج ديال لوكال، تفكر عاوتاني داكشي اللي خاصك تشري لوكال حيت ماشي اجي ودير لوكال، خاصك ديكوراسيون د لانتيريور، خاصك بزاف ديال الانفستيسمون اللي خاصك تحطو في داك لوكال باش انت تسيب لي ديك الشريحه اللي انت كتقلب عليها واللي غادي تخلصك حسن من هادوك الناس اللي كتقلب عليهم انت لا في لينكدين ولا في هذا، حيت هذيك الشريحه اللي اوف لاين راه هذيك هي اللي معاها الفلوس بزاف كايجنسي. اما هاد الناس هادو اغلبيه الناس اللي كيكونوا بريزون يعني في الديجيتال وعندهم بيزنس، ما كنهضرش على الانفلونسر ولا شي حاجه، كنهضر على الناس اللي عندهم بيزنس. الناس اللي عندهم بيزنس دوك اللي كاينين اوف لاين ومازال ما محطوطينش في الاونلاين، الا كان عندك الا كنتي كتنيغوسي مزيان راه هادوك الناس هما اللي تقدر تشيفري معاهم مزيان. وفاش كنهضر على انك تشيفري مع هاد الناس مزيان، كاين واحد اللعيبه، كاين واحد البيزنس موديل اللي خاصك تمشي عليه كايجنسي. انا كنفضلو بيرسونيلمون اشنا هو المانتلي فيز، يعني داك الكليان اللي كتخدم معاه خاصك انت تكون ما تفكرش انك دير ليه سيت ويب ويسيت
خاصك ضروري تزرع عليه شي مونتلي يخلصها لك، حيت الا كان عندك المونتلي الانكام اللي كيدخلك ديك الساعه غتقدر تسكيلي. اما الا كنتي انت هي كتعمر في ديك جوجل شيت غير هكا كتجيب هي كليان هاد الكليان شحال هذا راه خدمت لي هاد السيت ويب وصافي طلقتو، هذيك الساعه هذوك الناس اللي كتخدم لهم داك الشيء اوتوماتيكمون كيخرجوا من الطاعه ديالك، كيخرجوا من تحت يديك وتيمشيو لايجنتيز اخرين كيخدموا لهم حوايج اخرين اللي انت ما قدرتيش انك تقبلهم. اما فاش كيكون عندك كونتاكت اللي هو كل شهر مع واحد الكليان وكيكون عندك سويفي وكيكون عندك واحد الرابور، هذيك الساعه عاد باش كتوصل لواحد النيفو ديال سكيليبيليتي اللي هو مزيان وغير كتكبر الايجنسي ديالك. غادي من هذه المرحله دونك فاش كنهضروا كما قلت لكم على الايجنسي ونبقاو غير في الكوطه ديال الماناجمنت ديال الايجنسي، كيخصك ضروري انك تعرف امتى تكوميرسياليزي، امتى تخرج مثلا تقلب على كليان، وتعرف امتى تريح ما تقلبش على كليان، وتخدمي على البورتفوليو ديال لاجونس ديالك. حيت لا خدمتي على البورتفوليو ديال لاجونس ديالك وكان بورتفوليو اللي هو مزيان وخدمتي وكان عندك واحد المون ريفيرونسمون وكنتي يعني الناس اللي خدام ليهم ناس اللي هما واصلين ولا دي زوطيل اللي هما باينين، ولا بلوتو خدمتي مع فراقي كاع في المغرب، راه ديك الساعة راه سكيلين ساهم. حيت هنا كنهضروا على الماناجمنت، فاش كنهضروا على الماناجمنت هنا كيخصك تعرف كيفاش دير الانكام، الانكام اللي كيجي كيخصك تعرف كيفاش انت تسيرو. حيت هنا فين هضرت لكم على البون مانجر، حيت الا ما كنتيش كتعرف تسير هذاك الانكام مزيان ما عمرك ما غادي تسكيلي، وتبقى ديما كدور في نفس الحلقة، تبقى ديما كدور في نفس الحلقة. واحد الحاجة اللي هي مهمة عاوتاني بزاف كايجنسي ولا كفاوندر ولا كايكيب كاملة هما لي زيفنت. الايفنت الا قدرتي انك تمشي للايفنت ولا قدرتي انك تمشي دير نيتوركينغ مع الناس، هاد اللعيبة تاهي راه مهمة بزاف. انا هاد اللقطة ما كانتش فيا، ولكن مؤخرا فاش بديت كنديرها بدا كيبان الامباكت تاعها عليا انا، فهمتي شخصيا بيرسونيلمون. يعني هاد النصيحة هادي عن تجربة ومن عندي انا، واحد اللي غادي يمانجي واحد ستارت اب اللي كتدير الديجيتال، حاول تمشي عند الناس اللي هما احسن منك في الديجيتال. هذوك الناس اللي هما احسن منك في الديجيتال هما غادي يزيدوا يعاونوك ويوريوك كيفاش تمشي ويقدروا يحلوا لك الافكار ديالك. دابا لحد الساعه احنا كنهضروا في هذا البارت، كاينه بارت اخرى كيديروها الديجيتال ايجنسيز اللي هي احسن بزاف، هذا نيفو اخر عاوتاني. من بعد ما يكون عندك واحد الانكام، ويكون محطو فينونسي بيه شي براند اللي انت كاجونس خرجهم، فهمتيني؟ مثلا انت خرج واحد السوليسيون ديجيتال ياك، انت خدمتي للكليان ياك، وانت عندك الكليان كيخلصك على السوشيال ميديا مانجمنت، كيخلصك على مثلا فيسبوك ادز اللي كدير، الادز اللي كدير ليه سناب شات ادز، اي حاجه بحال هكا. نوض اسيدي انت وخرج براندات ديالك، دير اخويا سي سيت ديال الاي كوميرس ونيتشي سيب، بدل ما تولي تخدم مع الكليان نوض اسيدي طلع انت عاوتاني واحد البروجي، واحد البيزنس ديالك انت اي كوميرس، ولا دير مثلا واحد السي ار ام شي حاجه اللي تقدر تبيعها مثلا للناس يخلصوك عليها حتى هما مونتلي انكم، مونتلي يبقاو يخلصوك عليها. دي زيكزومبل في هذا لوكا، هذا مثلا شتي داك البلان تاع انك تمشي عند تكون مزيان. انا عارف كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون في هذا الشيء اللي تشهروا مؤخرا ومعروفين وكيدوزوا كاع في يوتيوب ادز وفي هذا، ولكن راه انت لا كان عندك واحد كنتي كتنيغوسي مزيان وكان عندك بورتفوليو عامره، راه تقدر دير هذه اللعبه. نعطيكم واحد ليكزومبل ساهل، هو انك تمشي مثلا عند الناس اللي هما ديال كيديروا مثلا داكشي ديال، تمشي عند هذوك الدروغريه لي دروغري، تمشي عند لي دروغري مثلا ودير لهم سيستيم ديال الفاكتوراسيون ديال لي دوفي ديال لي فورنيسور، ديكون داكشي فهمتي طنطلع قاو طلع. نعطيكم انا واحد المشكل انا طحت فيه ديجا مع واحد، ماشي مشكل، هو ماشي مشكل، ولكن نقدروا نقولوا هي واحد مازال ما وصلناش لذاك النيفو، حنا اجونس مازال ما وصلناش لهذاك النيفو. حنا كان عندنا كليان
واصلا باش كيفاش نقول لك، حتى داك الكليان كترابط انا مع حنايا السوشيال ميديا مانجمنت، شحال هادي كترابط انا مع السوشيال ميديا مانجمنت، ولكن كون كنا وصلنا لواحد النيفو اللي حنا فيه دابا، كنا كان هذاك الكليان غادي نقول له شوف انت كتلقى مشاكل اخويا في ستوك، في هذا في لاجيستيون ديال ستوك ديالك، انا غنقاد لك سي ار ام، غنقاد لك انا فهمتي، غنقاد لك انا لوجيسيال ديال الستوك ديال اللي كتعرف خرجت ستوك، تعرف شحال خرجت، وكنهضر لك راه واحد البيزنس اللي مديطايي بزاف، بحال مثلا الحوايج عرفتي راه الحوايج، وفي نفس الوقت تكون كدير لي شوسيغ وهذا، راه سبرديله الموديل الفلان الفلاني في لا بوانتور الفلان الفلانيه شحال باقي فيها، والحوايج تيسيو الفلان الفلاني هاد التيسيو شحال باقي فيه، والرقم تاعو واش اكس ال ولا اكس اس ولا دوبل اكس ال لارج، دونك بحال هاد العيبات هادو كليان اي حماقه صاحبي، راه شحال خصو صاحبي يضرب لي اكسل ويدير هذوك اللعيبات ديال الورقه وستيلو. نورمالمون انت كديجيتال ايجنسي اي حاجه دخلتي ليها وصلتي ليها شي بيزنس ولا شي شركه ولا اي واحد كنتي شادو دخلتي عنده ولقيتيه خدام بورقه وستيلو، حيد ليه داك الستيلو ما تخليهش ليه، خاصك انت تقلب ليه على شي حاجه تبيعها ليه واللي هي غير ديجيتال فهمتي، كو كيف ما كان. دونك اون فوا انا بديت كنطبق هاد الايديا هادي في الدماغ ديالي، وليت كنطيح في دي كليون اللي باغيين ديك لينوفاسيون كيقلبوا على شي حد لي بروبوزي عليهم هادشي. وبيان سور حتى انت ما خاصكش تكون انت باغي غير الفلوس، راه هذا هو الامباكت اللي خايب صاحبي عند لا جينيراسيون ديالنا كامل، حنا كدي جون كنقلبوا اننا باغيين نديروا الفلوس دغيا، بينما البلان انت راه هنا فين كاين النويطه، راه لا كنتي كتقلب على انك دير امباكت راه هنا غادي توصل يوصلوا عندك الفلوس دغيا، حيت هذاك الامباكت اللي انت كتقلب انك ديرو غتكون كديرو عن حب، غتكون انت كتقد هذيك لابليكاسيون ويب عن حب، انت باغي دير ديك لابليكاسيون ويب باش تحيد واحد البوزوان باش تعطيها للناس، باش الناس يقولوا واو، حيت الا قال هذاك الاول واو ذاك الاخر غيقول واو، وهذيك واو غادي ترجمها انت الفلوس في الاخر، هذا هو الكونتاكت بنادم كيفاش يوصل للفلوس، هو خاصو يساتيسفي لي بوزوان بوان، انت كنتي عندك كتعرف كطيح كديتيكتي لي بوزوان وكتمشي عند الكليان وكتغيز ليه هذاك البلان، صافي عرف انك انت راك وصلتي لواحد المرحله تاع انك راك تقدر انك تبيع لي سيرفيس ديالك. دونك هذه هي المرحله كما قلت لكم، ديجيتال ايجنسي كتبدا بالسوشيال ميديا مانجمنت. على السوشيال ميديا مانجمنت حيت السوشيال ميديا مانجمنت ما فيهاش واحد انفستيسمون كبير، ما فيهاش شي حاجه اللي هي كبيره، تقدر تبدا بفيسبوك ادز، فيسبوك ادز راه سهله، غنعطيكم فين تمشيو ولا ما كنتوش عارفين والو، غتمشيو لفيسبوك بلو برينت، فيسبوك بلو برينت غادي تقراو تماك واحد اللعيبه كيعطيوها لكم، غتمشيو كل وحده وغيبقاو يعطيكم لي تيست وداك الشيء غير الا كنتي انت عارفو. لونجلي اخويا رجع للور تاع اللايف، راه ديجا قلت لكم واحد السميه سايلور اكاديمي، وقرا لونجلي وابري دوز الفيسبوك برانت وبلو برانت، واحد فيسبوك بلو برانت قرا فيه هاد اللعيبات، ومن بعد انت بغيتي تزيد تعمق راه فيسبوك بلو برانت براسها كاكاديمي اشنو دايره، دايره دي سيرتيفيكا فهمتي، كتسيرتيفيك مثلا نتايا كتولي سيرتيفيد باي فيسبوك، سيرتيفيد مثلا في كوميونيتي مانجمنت، سيرتيفيد مثلا في، تخيل معايا انك انت كتسيرتيفي ولا كتقرا شي حاجه من الساس من الراس فهمتي، من الصنبور فهمتي، من كيعطيوك نيشان لاست، هذا هو البلان. دوزيام شوز اللي نقدر نقولها لكم ونستر لكم عليها هي لونجلي، حيت لونجلي مهمه بزاف، انا نعطيكم واحد اكزومبل بسيط وهنا غادي تفهموا البلان. كاينين الناس دابا حاليا كليون اللي كيتشكاو حيت كيتسد لهم الفيسبوك اد اكونت ولا كيتسد لهم بيزنس مانجر ولا شي حاجه، باش كنجيو حنايا اش كنجيو حنا شنو كنديرو، راه كنجيو حيت عندنا واحد البون نيفو في لونجلي وكنعرفو نكومينيكيو وعندنا اكسبيرينس مع كل شركه فيسبوك تيك توك هذا، وكنعرفو وكنمشيو معاهم داكشي اللي باغيين هما، كيف حنا كنكونو لانترميدير ما بين وما بين الشركه اللي هي نتا هي الفيسبوك ولا شي حاجه. دونك خاصك تلعب حتى على لونجلي، اون فوا غتلعب على لونجلي غيولي غتقدر انك تكون واحد البون انترميديير، الا كنتي بون انترميديير كيكون عندك الابديت، مثلا الفيسبوك وقع فيها مشكل في الالغوريتم شي لعبه هذا طلع السي بي سي طلع حسيتي بلوكو طلع،
ترى ديجا عندك الكونتاكت مع السيده الفلان الفلانيه الاكسبيرت في الديبارتمنت تاعتي، وعيطات لك وقالت لك المشكل اللي وقع وهذا وهذا وهذا، دونك انت شنو غادي دير؟ راسك غادي تبوزي هذيك الادز نعم سيزي، حيت عارف راه ما كاين والو من جهتها. سمحوا لي الاخوان ندير انت حيدتي في نفس الوقت، غادي ندير غير واحد التليفون يتصرف باش ما يطفاش. تحب تسال المايك هو. دونك كيما قلت لكم في هاد لابارتي هادي، فاش انت دابا مزيان وي دونك كيما قلت لكم فاش كتنوض انت كتعلم حتى اللونجلي وكيكون عندك التكنيك، راه صافي سهلتي على راسك المأمورية باش انك تمانجي ديك ديجيتال ايجنسي. دونك دابا الا قلتي لي ديجيتال ايجنسيز فاش خدامين في المغرب، نقدر نقول لك لينيتش فاش خدامين دابا حاليا. لا انت بغيتي تحل ديجيتال ايجنسي وتبدا وتخدم وعندك تيم، عندك تيم جمعتي التيم وساليتي من ديك داك الشيء كامل اللي شرحناه في الاول تاع كيفاش تماناجي وهذا والتيم وهذا، حاليا لينيتش اللي خدامين هو الريفيرونسمون الاس اي او. الا كنتي واحد كتريفيرونسي مزيان ولا عندك واحد في التيم كريفيرونسي مزيان، غادي تمشي تقصد القطاع ديال لي موبيلي، غتمشي تقصد القطاع ديال لي موبيلي وشوف لي سيت ويب اللي طالعين واللي ما طالعينش، وهذوك اللي طالعين في الدوزيام باج قول لهم اجي حنا راه بغيت تحطكم في البرومي باج. هاد الشيء في الريفيرونسمون. بالنسبه للفيسبوك ادز، فيسبوك ادز كاين واحد نيتش اخر اللي هو مع واعر وسيزوني، يعني الدخول المدرسي هو لي زيكول بريفي. لي زيكول بريفي حتى هما اللي جيتي انت تقلب تبدا تجمع عليهم هي لي ديال هذوك الناس اللي غيمشيو يتقيدوا، فهمتي؟ يعني كيش كتحط لهم واحد الاعلان كتقاد لهم واحد فيديو ولا بوستر فوتو ولا شي حاجه بحال هكا، كتجيب لهم لي ليد هادي حتى هي راه خدامه كتشيفري فيها، فهمتي؟ الا انت عاوتاني في الفيسبوك ادس وباغي انت تضرب الفلوس صحيحه غير في هادشي تاع لي ليد، شتو هي لي ليد راه بحال ليد جينيريشن، الا عرفتي كيفاش تجيبها وتخدمها وتطيحها بواحد الكوست اللي هو قليل راه غناك الله بصراحه، فهمتي؟ دونك ليد تقدر تخدم عليها عاوتاني مع الخليجيين، تقدر تخدم بها مع لي فرونسيس، تخدم بها مع في اليو كي في اليو اس، هادشي كامل تقدر تخدم عليه. البلان ديال اليو اس عادي باش نحيدها، اي واحد كيقول لكم مثلا شي كليان في اليو اس قال لكم انا راه كنخلص بالشيك ولا شي حاجه، هذاك غير بغي ينصب عليكم، عادي بعدا باش نحيدها. كاين اللي بغى يخدم في اليو اس ولا في اليو كي باينه الوضعيه، بغى يصيفط لك في باي بال ولا يصيفط لك في باير ولا يصيفط لك في اي، فهمتي؟ في اي بنك الكترونيك، في اي بورتفوي الكترونيك تقدر يصيفط لك، ما بقاش دابا كاين المشكل. دونك نرجعوا للبلان ديال ايجنسي الفيلز اللي يقدروا يخدموا فيهم الدراري. كما قلت لكم الريفيرونسمون لهذا الكرياسيون ديال لي سيت ويب مازال خدامين، لا مانتونونس ديال لي سيت ويب، لي سيت ويب انهم دابا حاليا كاينه واحد الشريحه اللي قدروا الناس يمشيو عندها ويقصدوا يقدوا ليها غير لي سيت فيترين، مشي ووردبريس انت شوف ساهله تمشي نيمشي، غتمشي دير الدومين ديال دير الهوست شيرد هوستينغ، غتمشي دير شيرد هوستينغ ستيلار كاع، انا عطيتك سير نيش ندير هادي، قلب على ستيلار في البرايسين سير دير شيرد هوستينغ وطلع هذاك السيت، وانت عندك سيت مع 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 واحد البون نومبر ديال لي زيميل بروفيسيونيل، مع واحد لي جيجا بايت اللي هما مزيانين بس السيت ويب ما يتقال ما والو، وغتمشي دير ليه انت غير غتمشي دير ليه انت غير هذاك السيت ويب فيترين. سيت ويب فيترين راه في السايز ديالو راه والو، وغادي تمشي تحطو نتا في واحد الهوستينغ اللي هو كبير، زائد غادي تمشي تخدم ليه على الريفيرونسمون. الريفيرونسمون كاين جوج ديال لي بلاجين اللي هما مزيانين، جوج ديال لي بلاجين اللي هما مزيانين، عندك ليوست اس اي او وعندك الرانك مات، هاد الجوج هادو مزيانين. الرانك مات بلي تكنيك، ليوست تقدر تخدم به وانت فهمتي باقي يلاه قلتي بسم الله، سينو هاد ليتاب هادي تاع الريفيرونسمون حتى على واحد اخر. دونك هذه في هاد لابارتي هذه. دونك بالنسبه لابارتي الاخرى مثلا انك الفيلدز الاخرين مثلا نعطيك اكزومبل، لكن تبدا تخصص في البرانت
كاينه واحد كاين واحد النيش، واخا هو قديم ولكن باقي الناس كيخدموا فيه. شنو هو؟ هو البي او دي، برانت اون ديماند. البرانت اون ديماند اللي قدرتي تخدم عليه في المغرب راه كاين، وكاين نيتش اللي هو مزيان تخدم عليه. شنو هو؟ هما لي زاني زوتاكو. غادي تمشي لا سيبل عندك واضحه، عندك من 18 حتى ل 24 حتى ل 26 كاع ماكس، لا سيبل واضحه. تمشي اشنو غادير؟ السيبلاج افونسي خليه في الاول هكاك، دير اوتوماتيزي، دير دايناميك ادز اذا كانت بلونجلي، خلي فيسبوك يجيب ليك لا سيبل ديالك. ابري ما لقاوش مشكل ديال الكوبي رايت في هذا البلان، هنا هما مشكل ديال الكوبي رايت في زانيم ولا شي حاجه، انك تحط تصاورهم تقليمات. غادي دير انت برانت اون ديماند، كيدوزو هاد البلانات هادو بالاد اكونت اللي هما فهمتي يعني كيشيفريو مزيان، ولا بدي بيزنس مانجر اللي هما كيشيفريو مزيان. حيت انا بلوتو يعني بالتجربه ديالي مع الفيسبوك ادز كاورغانيزم، الا كنتي انت كتشيفري معاهم مزيان وخدام معاهم مزيان وعندك كلشي ناضي، راه ما يسدوش ليك الادز الا لا 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 ضربتي البرايفسي بوليسيز لواحد الدرجه خياليه، يعني انت راك ضربتي مع من ريد لاين وصلتيه صافي. اش كنقول لك القضيه هذه؟ بحال مثلا يعني بحال مثلا مشيتي درتي داكشي ديال العيالات الكبير، ولا فهمتي داكشي ديال الرجال، هاد الشيء هذا حتى هو راه انفو كتحطو، راه شي لعبات اللي هما بحال هكا واضحين باينين. لا عندك مع لونجلي غتمشي دير هي فيسبوك ادز، ديك دير هكا دير بوليسي وهذا، وراه غتطلع لك الصفحه غادي تشوف هذوك كامل، وهذاك الشيء كامل ما توصلوش. لو وصلتي شي حاجه في هذاك الشيء غيتسد لك الاكونت. شي حوايج اخرين بحال هذا الشيء، البرانت اون ديماند باقي دابا الناس خدامين فيه، باقي دابا الناس كيحطوه في ماركت بليس وكيبيعوه في ماركت بليس بلا ادز. دونك البلان ديال هذا البرانت اون ديماند لا خدمتي عليه راه خدام مزيان. هذه حتى هي من الحوايج اللي مثلا انت طلعتي ديجيتال ايجنسي وبغيتي تخرج براند تحت منك، اللي تخرج براند وتخدم عليها، ما بغيتيش انت صافي تي داك لو نيفو انك تخدم الكليين. كاين عاوتاني دينيت اخرين اللي هما فهمتي يعني فوالا. مؤخرا لا رديتي البال، كاينين الفالورز كيتباعو كيتشرا، وكاينين الفيوز ديال اليوتيوب كيتباعو كيتشرا. هاد اللعيبات هادو باش نسطر عليها حتى هي، هادي حتى هي راه من اللعيبات اللي كيتسدوا عليها لي زاكاونت. ولكن الدراري كيفاش كيدوزوها؟ بحال ديك الميثود ديال انك تمشي تحط في يوتيوب المباريات، الملخصات المباريات، راه بحالها نفس البلان. يعني انك كتحط واحد التصويره وما كتحاولش تبين انك مكتوبه تماك زياده للمتابعين، ما كتحاولش تبين داكشي، كتحاول داكشي تخشفو كيما ما عرفتش كيفاش نقولها، ما تخوفش عليه فهمتي بالمراكشيه، يعني كتخبي كتحاول انت راه كتبيع هاد اللعيبه هادي ولكن راه كتخوف عليها. اون فوا شوف فوالا، اون فوا كيورك الكليان الاول على اللعيبه، اون فوا كيورك الكليان على اللعيبه هذيك واش هادي ديسبونيبل ولا، المهم كيصيفط لك كيقول لك باغي نشري، تحتي في الاودينس اوتوماتيكمون الفيسبوك تيجيب لك بحال هذا فهمتي، وما كيتسدش لك الاكونت. هو تقدر ستيب بي ستيب تكون طالعه، تقدر تكون الكوباغ par le coup par 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 je ne sais pas coup par message ou la coup par clic ou la coup par achat ou j'ai des dark store ou la madaro ou la khdami ila le facebook داك الشيء بوحدو. المهم هو بحال هاد كنسميو حنا الهاي ريسك بروجيكتس، الاحسن ما تخدمهمش من الاحسن، ولكن الله عرفتي كيفاش تخدمهم، راه فيهم الفلوس بزاف، اكثر من انك تخدم مع كليان ولا تخدم على شي حاجه. عطيك اكزومبل دابا الا كنتي كتعرف دير فيريفي لي كومباني الكبار، راه بصحتك راه غضرب 3K في كل 3K دوكا كيلو ونص في كل في كل في كل كليان. وراه باش المهم هاد البلان تاع الفيريفيكاسيون تا هو راه خدام لدابا فهمتي، لدابا الناس باقي خدامين فيه. يعني المهم كاين بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تخدم عليهم انت كديجيتال ايجنسي. حيت فاش كتهضر انت كديجيتال ايجنسي راه شاد اللعيبه تاع الفيريفيكيشن ما فيها والو، راه فيها غير لونجلي ونيغوسياسيون وتكون انترميديير. السلام عليكم. وفيها واحد اللعيبه واحد الانفستيسمون صغير كيتدار، وانت عندك الفيريفي، وخصوصا الا كان هذاك اورغانيزم كبير، خصوصا من ظهرك الا كان هذاك مثلا واحد الشركه اللي هي معروفه ويلاه دارت الفيسبوك ولا يلاه دارت الانستغرام. واش شتي انت صاحبي تسمى انت اللي درتي ليهم داك الفيريفي انت اللي طلعت عليه ليهم؟ راه بصحتك غيجي عندك البي دي جي غيقول لك السلام عليكم،
راه كاين واحد السيد عندي راه عنده سونترال ولا اسمح لي راه ذكرت لينو عنده هاد الهبه هادي راه بينا نديرو ليهم فيريفي حتى هم فهمتي. دونك بالنسبه لك كديجيتال ايجنسي راه كاين بزاف ديال لي نيتش اللي تخدم عليهم، واحسن حاجه كما قلت لك في الاول هي انك تسبيسياليزا. عندك جوج حوايج، هو انك تدير الخدمه تاعك وانك انت باغي دير واحد الامباكت، فهمت يعني انت باغي تخدم ماشي حيت باغي الفلوس، باغي تخدم حيت خدمتك واعره وبغيتي تبين خدمتك. خدمتك هي اللي غادي تبينك، ماشي انت بحال حيت هاد الوقت هذه كنت كنتحط فيها في الاول، كيبدا الكليان كيقول لي بحال غادي تحسب عليا الستيت ويب، باش تقدر تنقص ليا واحد شويه، تقدر تحيد ليا واحد اللعيبه وراه لا حيد ديالي راه صافي. دونك فوالا فاش كتوصل لواحد النيفو تاع انك كدير داكشي عن حب، كتولي كتنجح في المهنه ديالك، فاش كتولي كتنجح في هذيك المهنه ديالك وفي الخدمه ديالك، كيوليو كيجيو ناس اللي هما فهمتي يعني دوك اللي كتسنى، ديك لانيش اللي كتسنى، ديك السكيليبيليتي اللي كتقلب عليها. دونك هذا هو البلان في الكوتي تاع الايجنسيز. وواحد البوان اللي خاصني نهضر فيه حتى هو دابا هو البيرسوناليتي. البيرسوناليتي ديالك انت كشخص مهمة بزاف. علاش؟ واحد النقطة أخي محمد وهضر عليها باش أنت النقطة ديالك دير واحد القدرة يعني منين تولي تهضروا على البرايس ما عمرك منين تهضروا على البرايس أنا تنقص ليه ما عمرك دير شي نقصان اللي كبير هاد غدير واحد النقصان اللي كبير غيولي طالب شي نقصان كبير أو شي آخر فأكبر خطأ تقدر دير هو هذا مثلا نقولوا قلت لي 1000 درهم مشيت حيت لي حيت لي واحد 50 درهم بعدا ما جيتش حيت لي واحد 3000 300 درهم ولا 400 درهم وي بصح بصح متفق معاك. بالنسبه للبرايسين هذا راه موضوع اخر، ولا بغيت نديتاي فيه هذا خليه البودكاست، هادشي خليه البودكاست. كنحاول ندوز شاء الله شوف كنحاول ندوز غير هكا هي من الفوق خليت وي خلي انا شوف خلي هذا البلان هذا اسمح لي لا 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 البلان شوف حتى الفكره الاخرى اللي جايه وان شاء الله غادي نتطرق بلي ديتاي وبلي زوتي الصحاح، يعني بانك ما كاينش المرموز غتولي تهضر شتي داك الشيء اللي كيتقرا في لي كورس حاليا وكيخلصوا عليه الناس الفلوس انبارطاجي انا فابور ما عنديش اشكال، حيت الاهم قالها سيمون لايف ديجا قال لك حنا الا كثرينا وكبرنا بزاف غيوليو عندنا لي يونيكورنز، غيوليو عندنا حنايا ديجيتال ايجنسيز اللي كبار. وفاش غيوليو عندنا ديجيتال ايجنسيز اللي كبار غادي فهمتي الدوله ككل لورغانيزم ليطا غادي يدور بحال هكا وغادي يتجه عندنا حنايا في الدومين ديال النيميريك. واش غيتاجر الدومين ديال النيميريك اوتوماتيكمون كاع هذوك الكليان اللي كيهربوا منك تيقول لك هذا راه بيت ليا فلوس ولا شي حاجه غيولي كيعرف بانه راه كاينه واحد لامبورطونس في هذاك الخدمه اللي كدير. فراسك باقي لدابا باقي لدابا كليان صاحبي تقول لي انا راه نجيب لك المبيعات عن طريق الفيسبوك ادز شي حاجه بحال هكا بالك تلخصها تغرى لي تسهل لي بالعربيه تقول لي غادي ننزل لك اشهار في الفيسبوك ادز نجيب لك المبيعات غيقول لك كيفاش غادي لي شنو هو الفيسبوك ادز واخا خصك ليه قرايه خصك ليه فورماسيون واحد اللعيبه عرفتي هذا الشيء كان بنهضر فيه بين الخليل حتى لديك الساعه ولكن المهم حنا كنطرقوا لهذه اللعبه ديال الفورماسيون ما عمرك ما تفورمي شي واحد غير هكا وريه من الفوق الكليان فاش غادي تمشي عنده وريه من الفوق ما تبداش تفورمي هذيك الفورماسيون لا تفورمي راه تتخلص فهمتي باش انك تفورمي كتخلص وماشي تفورمي هو قول ليه كون بروفيسيونيل اصاحبي قول ليه واخا شكون اللي مكلف ليكم شكون ريسبونسابل ديال هاد ديبارتمنت هذا يقول لك فلان قول ليه صافي شوف غندخلها في دوفي فورماسيون قدا وقدا فيها شحال ديال السوايع وهذا والسلام عليكم فهمتي هذه من واحد الناحيه حيت البرايسين كيف ما قلتي هذاك راه حاجه اخرى هذاك عالم اخر وجو بريفير انه نخليه فهمتي حتى البارتي الاخرى وحتى البارتي ديال يعني شكون انا وهذا الستوري ديالي نخليها داك الشيء حتى هو حتى البودكاست حيت فريمون يعني الا جيت نديتاي في كل حاجه غنعطيهم السوارت ديال كل دومين غنعطيهم لي زوتي فهمتي ما نبقاش نقول لهم وانتوما وخاصكم تكونوا واعرين خاصكم تكونوا فهمتي يعني تعرفوا ديروا هذه ابار الموتيفاسيون عطيهم نيشان لاصق غيمشيو يديروا هذا لوتيل هذه عطيتهم ديجا اوتيل كاينه اوتيل سميتها لوتشا غتجيب ليه النمره تاع هذاك السيد غيخصو يلفو
الى هذاك المانجر عنده الفم غيمشي يقبض هذاك الكليان وغادي يقول له فسني مع الورقه ويقول بسم الله ويطحن صافي. هذه من هذه الناحيه. دونك رجع باش يعني نخلصوا البلان دابا حاليا بقاو جوج ديال لي زانيكس، بقات البيرسوناليتي وبقات البيرسونال براند. بالنسبه للبيرسوناليتي هو الشخصيه ديالك خاصه تكون غيش فهمتي في لا كولتور ديالك انت، فاش تكون كتهضر مع واحد الكليان ما خاصكش تكون كتهضر معاه بحال اللي كتبيع له، راه ما خاصكش تكون كتهضر معاه بحال انت باغي تدير هذاك البروجي ديالك، خاصك تكون عندك واحد الثقافه عامه واسعه فهمتي. غيولي يهضر معاك يقدر يهضر معاك كاع هو في حياته العائليه، وتقدر انت تلقى ليه حل لحياته العائليه، وبهذاك الحل اللي لقيتي ليه غادي يدير فيك الثقه وغادي يقول لك اسيدي هاك البيزنس ديالي سير فيه لقدام فهمتي. كيف في حتى البيرسوناليتي كتلعب دور كبير باش تكلوزي الديلز مع اي كليان كيف ما كان. عطيتكم غير اكزومبل، كاين بزاف ديال لي زيكزومبل كنهضر لكم على البيرسوناليتي، يعني ان الانسان يكون كيقلب بزاف، يكون كيقرا كتوبه بزاف، يكون كيشيرشي بزاف في لي فوريوم، يعني لي فوريوم اي حاجه جديده خاصو يعرفها. مثلا احنا دابا في الويب 3، واخا الويب 3 ما عندوش فيه حتى شي بيزنس، ما حط فيه حتى شي حاجه، يكون كيقلب في هذاك الويب 3 يعرف شنو ما الضوز، يعرف شنو بزاف ديال كاع دوك الكلمات، يمشي يقلب في ليموتيكنيك واخا داكشي ماشي ديالو، ولكن يبور لا بيرسوناليتي ديالو انه يعني يطلع هذاك المعجم الدماغ ديالو يعمرو في التكنيك وحتى في الكوطه اللي هي الشخصيه ديالك انت، يعني انت كيفاش كتعرف كيفاش كتبريزونتي لي برودوي ديالك فهمتي. حيت كاينين شي لعيبات، هاد اللعيبات هادو تتقلبوا عليهم الفا مود فهمتي، ولا فهمتي داك الشيء داك البحر الاخر ديال الشخصيه كيفاش تكون عندك وكيفاش تصرف، داكشي ديال واش تكون ديب ولا تكون هذا ولا المهم داكشي حتى هو راه بحر اخر، وهذا الشيء راه فريمون كينفع. راه لا بيرسوناليتي ديال الواحد راه هي الرقم واحد باش تكلوزي دي ابار لا تيكن. راه انا كنعرف دي ديفلوبر اللي ما كيعرفوش يجيبوا كليان، ها هو ديفلوبر واعر وهذا وفروم سكراتش يحط لك سيت ويب واعر باخر الفريم ورك اللي كاينين وكلشي، ولكن ما كيعرفش يمشي يعني يجيب كليان لراسو، غيبقى مثلا خدامين في واحد الكومباني اكس في كازا، ولا المهم يخدم ريموت مع اي كومباني وغير يريح ويتسنى السالري ديالو، ولا يخدم مع شي اجونس ازيستونس بكوميسيون سور بروجي. دونك البيرسوناليتي مهمه بزاف الاخوان، وهذا عاوتاني راه بحر اخر نطرقوا فيه من بعد ان شاء الله في البارت اللي جايه معنا. شاف بالنسبه للبيرسونال براند، البيرسونال براند حتى هو مهم بزاف. البيرسونال براند امتى خاصك ديرو؟ خاصك ديرو فاش توصل لواحد المرحله ديال ان البيزنس ديالك كبر، فاش غتكبر البيزنس ديالك يعني ويبان البيزنس ديالك كبير، يكون عندك واحد التيم كبير وفهمتي، يعني توصل لواحد لو نيفو كبير في الخدمه، حتى ضروري خاصك تخدم على بيرسونال براند. حيت الا ما خدمتيش على بيرسونال براند غتبقى ديك السميه فهمتي الراس مسكينه كتحفر، تبقى ديك لاجونس الراس مسكينه كتحفر. ضروري لا رديتي البال سبيس اكس ايلون ماسك، دابا تويتر ايلون ماسك فهمتي، اي لعبه فهمتي كيكون بيرسونال براند من وراها. دونك انت اين فوا توصل بواحد لو نيفو بلان تسمعت فوز هادشي. المهم دونك خاصك تكبر، خاصك دير بيرسونال براند ديالك، وخاصك فوالا يعني تكون واحد السيد اللي كيقلب على الناس اللي هما ناجحين. حيت فاش كنهضروا على البيرسونال براند يعني انت كشخص خاصك تكون ناجح، وباش تكون ناجح خاصك تصاحب الناجحين، خاص السيركل ديالك يكونوا فيه الناس الناجحين. وان فوا انت غتبدا تصاحب هذوك الناس الناجحين غتولي كتكون عندك واحد لا كريديبيليتي، وغادي تكون كتقل غتكون نتايا غتسهل الماموريه، غتكون عند واحد لا ريبيوتاسيون ولا عندك انت لا عند الايجنسي ديالك، وهاد لا ريبيوتاسيون هادي اللي غتكبر انت ك ك ك ك سي او ولا كفاوندر، هادي بحد ذاتها واحد البلوس وواحد الادفونتاج عندك الايجنسي ديالك. دونك فوالا هادو هما البلان، ومن خلال من البيرسونال براند وهاد الشيء كامل اللي تطرقنا ليه في اللايف غادي يكون عندك مور كلاينتس، وغتكون عندك
واحد لا فيزيبيليتي كبيره على كاع لينيتش، وغادي تولي تقدر انت توصل لواحد المرحله انك انت السميه ديالك ما خاصهاش تبان خدامه في واحد النيتش شوما، وهذاك النيتش راك عارف فيه الفلوس. دونك انت شنو غادي دير؟ غادي تسوتريتي ولا غادي دير شي لعبات حيت انت وصلتي لواحد النيفو، فهمتي؟ دونك هذا هو البلان، وكنتمناو نكونوا خفاف عليكم. تبارك الله عليك اخي محمد، ما عندي ما نسالك شي كان واعر ياك، نشوف اذا كاين شي كواشنز واحد او واش نشوف واش كاين شي حاجه، كاين شي كذا كواشنز الخوت يحطها ياك، او سي محمد راه غيجاوبكم عليها صراحه. معلومات اللي واعرين، الناس اللي يلاه غيكونوا باغيين يبداو، ولا الناس اللي يكون اصلا بداو وباقي واحلين، حيت هم واحد غير بادي وباقي واحل. واحد ما نهضرش على ديال النيتوركينغ، شحال من دقيقه اشاره يقول لك الناس اللي حدايا مثلا ما كاينينش، مثلا الناس اللي حدايا اللي نقدر نيتوركينغ معاهم، راه دابا تلقاهم اونلاين. انا شخصيا دابا كاين في السلام ما تلقاني تلاقيت مع حتى واحد هو السلاح نيتوركينغ معاه، اغلبيه تكونوا براني. مثلا بحال محمد عرفتو انا العام اللي فات كنا نتلاقاو في مرات وما تلاقيناش، حتى انا تلاقينا في السلام في هذا الشهر نيت، فراه اطلع من نتورك دابا ممكن الكونيكس نتورك مع اي واحد في اي بلاصه. صح. كيفاش تقسم المشروع على الفريق؟ البلان ديال كيفاش تقسم المشروع على الفريق على التيم ديالك، هو خاصك يعني على حسب لو نيفو ديال الايجنسي ديالك. واش الايجنسي ديالك هي الله باديه، ولا الايجنسي ديالك باديه شحال هادي ياك؟ ونورمالمون سيليكسيونمون ديالك الاشخاص اللي انت يعني خدامين معاك، هذاك السيليكسيونمون هو اللي غادي يوريك كيفاش تقسم يعني البروجي على الناس. مثلا نعطيك اكزومبل، مثلا انت شاد استراتيجي ديجيتال ديال واحد الكامباني اكس، غادي تجي غادي هاد السيد هذا هو اللي غادي يدير الديزاين، وهاد السيده هادي غادي دير الويب ديفلوبمنت، وانا هو اللي غادي ندير مثلا الماركتينغ ياك. وغادي نتلاقاو، كيفاش غنتلاقاو؟ باش غنخدمو بواحد التول اللي سميتو تريلو.com. تجي دير تريلو.com، غادي تلقى تماك يعني كيفاش يعني انك كتقاد يعني الجانت بروجكت. شنو هو الجانت؟ هو واحد بحال كتعرف مثلا امتى لي طاش ديال كل واحد بيسالي، وفوالا كتبقى انت غادي مع دوك لي طاش، اون فوا واحد كيسالي صافي كيدوز الاخر، وفوالا. دونك هادي هذا هو لا ريبونس ديال لا كيسيون. الخوت ديك الشيء تكتبوا الكواشنز بلاصه الكواشنز، ما عرفتش علاش ما طالعينش عندي، كتعطوني بلا كاينش كواشنز ولكن كندخل لهم ما يطلعوش عندي. بلا عندك كواشنز كتبوا غير في كومونتير تيم لاين. وغنجاوبوا عليهم. بالنسبه لاختي منار، البلان ديال التيم لاين مهم بزاف ديما. ما عرفتش واش بلاتي واش قصدات، ما بغيتش نجاوب شي حاجه، ما بغيتش نجاوب شي حاجه اللي فهمتي تكون اوغ. ممكن تبريسيزي لا كيستيون باش نجاوب نيشان. اللي عنده اي سؤال في الاس ام ام يقدر يسول محمد وراه غيجاوب عليه. لا ماشي هكاك، تريلو.com. تريلو انا نكتبو بلاتي، نكتبو ليكم من هنا تريلو.com. هذا هو تريلو. المهم تريلو هو واحد لوتيل ديال كيفاش كتمانج الخدمة، وفوالا. وبالنسبه للبلان ديال غتقولوا لي مثلا هذاك الديزاين خدم لي، هذاك الديزاينر خدم لي مثلا واحد البوست شي حاجه بحال هكا، شنو هو البلان؟ فين بغيت نحط انا هذاك؟ فين هنلقاه؟ وكيفاش نتواصل معاه؟ بلان سهل بزاف. اذا كنت انت قادر انك تشري يعني لي ستوكاج اللي كاين عندك في تريلو راه مزيانه، ما كنتيش قادر تشري هذاك ستوكاج راه عطيك الهاك. شنو هو؟ سهل، تخدم انت تقاد الكانت ديالك وكل شيء، ولكن يعني لي بروجي يعني فين داك البروجي اللي فيناليزا هذاك السيد، دير انت وياه جوجل درايف، دير انت وياه جوجل درايف ونطي البلان صاحبي صافي. يعني تبدا تشوف جوجل درايف، حط ليه انت لي فوتو ولا لي سورس، وفوالا هذا هو البلان. بالنسبه ل المحلات اللي خص يكون عندهم ديجيتال ماركتينغ، نشوف انا حاليا اي واحد ممكن انا يدير ليه ديجيتال ماركتينغ غير الفران ديال الخبز. بلاتي بلاجينز اوف اس اي يو،
انا عاوتاني رحت لكم بلاجينز اوف اس اي او، هما رانك مات، رانك مات ويوست، يوست اس اي او، يوست اس اي او. هادشي بلا ما نهضروا في انا دابا كنوريكم غير الناس اللي يلاه يلاه باجيين، فهمتي؟ حيت كاين عاوتاني واحد الباخت اخرى، فهمتي؟ كتولي كتهضر في الالت لينكس، باك لينكس، فهمتي؟ يعني واحد النيفو اخر. دابا هادو غير بلاجينز، كتبدا كتنيش، كتسيب ليه على واحد الكيورد وكتبقى انت خدام عليه وصافي، وكتخدم عليه في الميتا تاغ او في الديسك، الميتا ديسكريبشن وداكشي باش تطلع هذوك البلان. بالنسبه بان لي انا مهارات اللي خاص يكون عند ديجيتال ايجنسي اونر، المهارات اللي خاص يكون عند ديجيتال ايجنسي اونر هو تكون عنده باك جراوند على كاع الفيلدز، يعني ماشي ضروري يكون متخصص ولكن يكون عنده باك جراوند، فهمتي؟ يعني عارف شنو كاين. لا دوزيام شوز هي الماناجمنت، يعني تعرف كيفاش تكون عندك واحد بون جيستيون. بون جيستيون الا بغيتي تسولو على يعني ليتود ديالي، لي زيتود ديالي، انا درت دروا فرونسي، ساليت من دروا فرونسي، دزت جيستيون دي زونتربريز، ابري جيستيون دي زونتربريز دابا انجينيور اون ترانسفورماسيون ديجيتال، وكنقرا الباشلور ديجري في لي زابليكاسيون موبي. فوالا هذا هو البلان، باقي كنقرا الديفلوبمون. كاين حتى كليك اب. كليك اب هذاك معروف حتى هو، كاين بزاف كليك اب، سلاك، المهم كاين بزاف. انت كمبتدئ راه ما تحتاجش هادشي كامل، يعني ما تبقاش تحمق راسك في الامور كامله، راه تيهضروا هنا النيكست ليفل باش تبدا تحتاج هادشي، من تولي تيم كبيره وبزاف الامور. واغلبيه دابا ركز بزاف على انك يلاه تكون بادي من فريلانس، انك تكون بادي الاجنسي ديالك. فوالا، حيت هذا هو البلان. حيت دابا بالنسبه لي انايا الايجنسيز لما كانش عندهم واحد البون ديبار ما عمرهم ما يوصلوا، دونك الا قدرنا اننا نفورميو هاد الناس هادو مزيان اللي بيطلعوا الايجنسي، راه ديك الساعه غادي يقدر اي واحد يجي يدير البلان ديال الايجنسي. بلاتي قلت لك تايم لاين استراتيجي فور ذا بروجيكت، ما عرفتش كتقصد لي بروجي اللي كنخدموا عليهم ولا. المهم انا نجاوب اون جينيرال. بالنسبه للتايم لاين، يعني كنظن انك كتقصدي كيفاش انك تورغانيزي لو طون فهداك لو بروجي اللي اللي شاده الكومباني ديالك، يعني الديجيتال ايجنسي ديالك ولا انت كفريلانسر مثلا، كيفاش البلان ديال انك تدير هاد القضيه هادي. كيخصك انك تكون ديجا، هذا هو البلان، تكون ديجا خدمتي فابور، فهمني؟ حيت الا خدمتي فابور غتكون عندك اكسبيرينس، الا خدمتي فابور كان عندك اكسبيرينس غتولي كتعرف الديدلاين ديال كل حاجه امتى غتسالي، ولا كاع قفرت غتكون عارف شحال الماكس ديال الديدلاين باش هذيك الحاجه غتسالي. كيف فين انت فاش غتمشي عند الكليان غتعطي الديدلاين، ماشي فاش هذيك الحاجه غتسالي، غتعطي ديدلاين فوق ديدلاين، غتعطي غتقول ليه ديدلاين فوق ديدلاين هي ليك انت، ولكن ديدلاين الكليان غيكون فيكس. غتقول ليه مثلا، نعطيك اكزومبل، انا راه غنسالي لك هاد اللعيبه هادي من دابا واحد الشهر، ولكن انت راك عارف انه الا قفرت غادي تساليها في 20 يوم، ولكن غتقول ليه شهر، حيت الا قال لك طويله وهادي وهذا غتقول ليه اسيدي انا راه نقدر نسالي لك هادشي في 20 يوم، ولكن انا ما بغيتش نسالي لك في 20 يوم، انا باغي نشد الثقل تاعي ونخدم لك على البروجي باش يخرج ناضي بحال هاد لي بروجي اللي خدمت عليهم هنايا. ما بغيتش نزرب عليك نورمالمون ريبيوتاسيون ديالي وريبيوتاسيون ديالك، وبيتاس تخاص خاص تطلع شي حاجه اللي هي واعره، اكزومبل سكريبت بحال هكا تهضر وغيتفق معاك غيقول لك الله يسخر، ومن بعد انت ملي الا قدرتي تجيبو في اقل من شهر غادي يجيب لك كليان اخر بوش او غا اخر. هادي راه ميطود، هادي راه هاك كتدار باش هذاك الكليان كتفرحو وكيولي ديما في مك كيحلم السميه ديال الايجنسي ديالك كيحلم بها، كيما تيقول لها ايجنسي فلان فلانيه قالت لي تقاد ليا في هذا وقادت لي دغيا في هذه. دونك هادي من هاد الناحيه. بان لي واحد البلان اخر، ما انا ما كان ما كنحاول نجاوب على كاع الكويشنز. بالنسبه للبلاجينز ديال اللي كيردو السيت ويب طياره، اول حاجه كنسطر عليها ما خلي البلاجينز هما الاخرين، خلي عليك سبيد كاش وداك الشيء هو الاخر. اول حاجه هو التيم ما يكونوش فيه دي كود اللي محطوطين غير هكاك، خاصك تكون كتمسح هذاك الشيء اللي ما عندك ما دير به في السي اس اس، هذاك اللي ما عندك ما دير به حيد. الحاجه الثانيه حاول تتفادى النولد وانز، يعني كيفاش حاول تتفادى الكراكد ما حاول تتفاداه، حاول تخدم بالبرو ولا حاول تخدم بالفري، وداك الشيء اللي قدرك الله وعاطيك الله في هذيك الفري ما تزيدش شي حاجه كراكد في الورد فاس. حيت الا زدتي الكراكد راه من وراه مانتونونس، ولا ما قدرتيش دير هذيك لا مانتونونس غتحشم مع الكليان،
يعني خاصك تكون برو باش دير الكراكل. هادشي في حال ولا داك الكليان، حيت انت اصلا خاصك تبازا وتفورميولا على ان الكليان هادي في البرايسين. هاني ندخلو للبرايسين عاوتاني. الكليان فاش يكون كيخلصك خاصو يخلصك وانت راك عارف داك الخلاص راه فيه البلاجينز مخلصين، فهمتي؟ ولا فيه هادوك المهم التول اون جينيرال مخلصين، باش انت تخدم ليه بداك الشيء مخلص، باش يكون واحد بون ريفيرونسمون، وما يكونش ما تك... ما تخدمتك ما تكونش حرام، فهمتي؟ حل الخدمه، فهمتي؟ والله دونك هذه من هذه الناحيه. عاد باش من بعد كنجيو للسبيد كاش، وفهمتي كاين بزاف شتي غادير هيك وتصور حتى هما يقدر تحط تصور، حاول تقسم شويه البيكسل علاش بالنسبه مش هتحطهم. بالنسبه للتصاور، تصاور ما تحطهمش بي ان جي، تصاور سير السيت ويب وحط ديك البي ان جي وقول ليه بغيتها ويب بي. راحت لكم ليكستونسيون كيفاش بوان ويب بي، خاصهم يكونوا بوان ويب بي، حيت الا كانوا بوان ويب بي بحال هكا عاد باش ديك الساعه كي 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 كتساهم في ان هذاك السيت ويب يكون خفيف لاقصى درجه، حيت لي بي ان جي والجي بي اك داكشي ما خدامش. هذه من ناحيه كده قدام يديروا كومبريس ولكن ما يكتروش بزاف باش ما تهبطش الكاليتي بزاف. في الكومبريس راه غيعاونك انك من تحط تصويره ما يتقارش. زائد حاجه اخرى، ما عمرك تحط فيديو نيشان في السيت. ياك تبغى تحط فيديو على الاقل حطه مثلا في يوتيوب وهز ليا، راه كاين واحد الاوبسيون كتحط فيها اليوم كيطلع تيطلع الفيديو تما. ما عمرك يس تحطو نيشان حيت غيتقال لك. عاد عاوتاني ديك الجيفس تا هما راه تيتقلوا، وباختصار واخا دير هادشي كامل يقدر يبقى تقيل بسبب الهوستينج. عشان الهوستينج كيلعب واحد الدور اللي كبير، ما يمكنش تشري واحد الهوستينج اللي رخيص بزاف كتسنى يدير لك واحد الاخر اللي كبير. يس فراه صح واخا دير هادشي كامل يبقى عندك نفس المشكل، راه يكون المشكل تما الهوست. يس يس فور شور فور شور. كاين هذا البلان هذا، وكاين هذا البلان فاش تبي تشري الهوست خاصك تشوف واش هذاك الهوست عندهم سي دي ان. عارفينك واحد اللعبه سميتها السي دي ان، باش تي سي دي ان عارف ان هذاك البلان غيساهم في السبيد ديال السيت ويب ديالك. دونك فوالا يعني خاصك تكون عندك واحد الرؤيه كامله على هذا البلانات، او لا واحد في التيم ديالك يكون واصل لهذا النيفو هذا وعارف هذا الشيء كامل، فهمتي؟ هو باش ما كنحسن تكون انت عارف، ما فهمتي انت ماناجر وكل شيء، وخاصك انت تكون عندك باك جراوند في كل شيء. هذا هو البلان اللي انا شخصيا داير حاليا، وهكا غادي يعني انا عزيزي انا فضولي، فهمتي؟ نقدر نتعلم اي حاجه كما قلت لك. انا دابا كنهضر مع انا ماركيتر في الاصل، دزت منهم كامل ولكن ماركيتر، وكان قاد لي سيت ويب وكل شيء، وكندير ديزاين انفوغرافيست، وفهمتي يعني كندير ديزاين كو سوسوا اللي كيتطبع كو سوسوا اللي كيخكوني في هذا، كندير هادشي كامل. ولكن انا كندير ما عجبانيش، ما خداماش ليا، حيت هادي كندير هي اللي انا ضعت فيها قبل، حيت هاد كندير هي اللي كتخلي بنادم ما كيدير والو. انسان يتسبيسياليزا وتكون عنده باك جراوند وصافي، سطر على الباك جراوند. الباك جراوند يعني يكون عنده رؤيه، يكون هي تيشوف في اليوتيوب داير هكا وكيشوف زعما تبراكتيسي انت يشوف، ومن بعد ملي تشوف غتمشي عند التيم ديالك غتقول ليه هاد اللعيبه هادي كيفاش كدير ليها، غيقول لك اه هاد اللعيبه كندير ليها بحال هكا وهكا. انت راه ديجا عندك باك جراوند، غتقول ليه علاش غادي دير نورمالمون، راه ماشي هكا كدير. غتسيفتيه داك اللينك وليه تفرج في هادي ورد عليه الخبر، وانت راه ما عندكش، انت عندك اي باك جراوند ما معلمش، ولكن انت بنتي معلم وانت استغليتي الوقت بزاف ديال الحوايج. دونك هادي من الناحيه البلان هذا اخي امير متفق معك فيه، حتى انا وقع ليا انني بديت كنقز من دومين لدومين، وخا فهمت بزاف ديال الدومينات ما شديتش حتى دومين. والخطا شحال من مره كنقولوا في اللايف كنقولوا ما ديروش بحالي. في الاول غاتكون تالف ما عارفش من دومين بغيتي وكذا، ولكن خصك تحاول تطلع لهم كاملين في واحد مثلا عندك شهر شهرين، حاول تطلع لهم كاملين باش واحد الى عجبك تمشي تبدا فيه. تما كلهم فيهم الفلوس، ولكن خص ديك الاستمراريه هي اللي ما كايناش. انت تبقى تقلب على الفلوس دغيا، اي دومين مشيتي ليه ما غايبانش فلوس دغيا، غتمشي واخا يكون هو فيه الفلوس غتنقاز من دومين لدومين. اخي بحاجه تقدر ديرها، داكشي علاش كنتي مبتدئ، خذ الوقت ديالك واحد الشهر ولا شهرين، عرف الدومينات كاملين، شوف فاش ترتاح واللي بديتي فيه كمل فيه، حيت ضروري غتشوف واحد النتيجه من بعد. غير ديك الاستمراريه اللي خصها تكون. وكما قال محمد غتبقى دير هكا حتى ما دير والو، بسبب تنقص من دومين لدومين بسبب هذاك التركيز. كون ركزتي مثلا انا ضيعت، نقدر نقول ضيعت واحد 3 سنين بسبب هذاك التنقص. لو اني كنت ركز على حاجه واحده هذاك 3 سنين كون وصلت واحد النيفو اللي هارب حاليا. فهذا الخطا ما بغيتكمش ديرو. يس 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 فور شور، داكشي اللي كاين بصح. بالنسبه لهذا البلان هذا تيكون داخل في بيرسوناليتي، هي اللي هضرت عليها في الاخر، وهي بحار حتى هي، فهمتي؟ يعني بحار
علاش؟ حيت الا كنتي انت كتبع الموجه صعيب انك تسكيلي، صعيب انك تسكيلي، حيت السكيلابيليتي كتكون متعلقه بالسبيسياليزاسيون. باش انك تتسبيسياليزا هي فاش كتسكيلي، وان فوا كتسكيلي خاصك تدوز انت كفاوندر الاونر. السؤال اللي قال الدري كاونر ولا كفاوندر ديال الايجنسي، خاص هذه واحد النصيحه بغيت نبارطاجيها، راه انا استفدت منها هي مؤخرا، كانت في بالي ولكن ما كنتش عاطيها اهميه كيف ما شفتها من عند واحد السيد اللي واصل تبارك الله. شنو هي؟ هو ان الانسان خاصو يخرج من داك الشيء ليكزيستين، يعني داك الشيء اللي كيدير التيم، خاصك انت تخرج منه وخاصك تمشي تشوف انت لقدام، تشوف شي حاجه اخرى من غير داك الشيء اللي خدام فيه التيم. خاصك تشوف لقدام، والتيم خليه خدام هنا، ولكن انت شوف لقدام، قلب لقدام. نعطيكم واحد البون اكزومبل، كاينين دابا حاليا ديجيتال ايجنسيز، الخدمه ديالهم شنو هي؟ هي كاي ماركيتيو للان اف تيز، تيجمعوا لي ديزاينر كيطلعوا الديزاين، ديزاينز لعيبات اللي هما ان اف تيز، وهذا كيمشيو كيديروا سيرفر في الديسكورد وهذا، ولعيبات كيديروا البروباغندا وباع لك شي ديال فهمتي الان اف تيز، باش انك دير لانش وهذا لهذا البروجيكت ديالك. اون فوا كتلونسي انت تقدر تكون هي ايجنسي ودير هذه القضيه هذه وصافي، وانت ماركتر ماركتيتي داك الشيء، وفي نفس الوقت انت ديفلوبر، يعني حطيت شي فهمتي شي فوالا ويب سايت وسيرفر وهذا. دونك اون جينيرال، اون جينيرال اللي بغيت نشرح لكم هو انه حاولوا تشوفوا لقدام وتخليوا التيم ديالكم. هادشي ماشي كنقلل من التيم لا، ولكن راه هذه هي البروفيشن ديالك انت. انت باش تزيد قدام، باش تسكيلي ديك البيزنس، انت كاونر خاصك تشوف في القدام، ما خاصكش تبقى انت واحد في لي دومين واش انا كنميتريزيهم ولا لا، واش انا كنعرف في هذا الباك، واش عندي باك جراوند هنا ولا لا، واش انا لا، خاصك تشوف اللي لقدام. فاش كنهضر على قدام نقدر نقول لك كيفاش طلع صاص مثلا، طلع شي حاجه فهمتي، يعني تشوف لقدام شي حاجه. لا انت هما الناس خدامين لك مثلا على دي بروجي ديال الكنيان، تدير سوشيال ميديا ماناجمنت ديال شي انفلونسر، ولا ديال ولا خدامين على شي حاجه ديال شي شركه وهذا، ولكن او ميم طون انت راك خدام كتنقط وكتكتب كيفاش بغيتي تطلع واحد الصاص، ولا كيفاش بغيتي دير واحد سوليسيون ديجيتال، ولا فهمتي خدام غادي هذا تسالي انت هذيك اللعيبه، تتشد هذا الكايد شارج تتسالي، كتشدو كتمشي تحطو للتيم، كتقول لهم التيم اش بالكم في هذا البلان. فوالا هذا هو البلان. هاد النقطة هادي راه مثلا تقدر تشوفو جيف بيزوس مثلا ديال امازون، او لا نقولو بين سميتو ديال شارك، ديال شارك ديال البراند ديال الفيتنس، سميتو حاجة بين ما قاتش على التسمية كاملة، راه حط فيديوهات هاد بين ديالو شارك ديال جيم شارك، راه حاط فيديوهات في يوتيوب، غتلقى شحال من مرة ما تيبقاش هو السي اي او، تيجيب واحد اخر بلاصتو باش هو يمشي يشوف كيفاش يسكيلي. وهاد القضية اللي كان دارتها جيف بيزوس شحال من مرة كنت شفت، هادو علاش شفت انايا غيكون بزاف كيديروها. فحتى داك السي اي او تيحيد من راسو، تيعطي لواحد اخر تيمشي هو يتفرغ لحوايج اخرين، عاوتاني تجي وتيرجع عاوتاني السي اي او مرة اخرى. يعني حاول تحيد ديك القضية ديال انا باغي نولي مدير، باغي نولي شاف، باغي خاصك تفكر بعيد وتسكيلي. اما لو كنت تفكر غير حداك وتولي بوس وكذا، راه ما عمرك غتزيد شي حاجه لقدام، غتبقى ديما حاصر في داك النيب. انا راه مدير واحد اللي كنعرف هو المدير ديال يوكا، مدير دوت كوم. اني واي جيك اخي، بالنسبه للبلان ديال انك باش تكون مدير، يعني بعد المفهوم هذا ما خصكش تمارسها. يعني انت راك فرحان بانك تكون مدير، مدير راه والو، شي مدير كتزيد عليك غير لي شارج، شي المدير كتكون لي شارج اللي هما فهمتي مونطال، يعني انت كتولي مونطال مو ما تابتش فهمتي، انت الراس كتحماق. ولكن نورمالمون انت كتحاول انك تسهل الحياه ديال واحد اخر. دابا البلان باش البيزنس ديالك ينجح هو انك خاصك تسهل الحياه ديال واحد اخر، ولا انك خاصك ديتيكتي بوزوان، وخاص يكون عندك في يديك السولوشن وتمشي تحطها. وهذا هو البلان اللي كنديرو كديجيتال ايجنسي. كتكون عندنا حنا السالوت، كنمشيو نعطيوها للانسان، كنقول ليه السالوت، ما كنبقاوش كنتصاوروا حنا في الفلوس وشحال بينا نخلصوا وشحال بينا في راسك. واحد البلان شحال من كليان جيت عنده قلت ليه شوف انا كنخدم بالقده والقده، وما كان باقيش نتشاور معاه، وما كان باقيش يرجع عندي يقول لي واش ممكن تنقص ليا ولا شي حاجه. وكاين كليان اللي كيجي كيقول لي واش ممكن تنقص ليا، وكنبقى انا ثابت في هذاك البري، وهذاك البري هو الاخر باش كنسالي انا ذاك الدين. هذه من جهه.
وجهه اخرى في الاول ديال كل ايجنسي، في البدايه ديال كل ايجنسي ما فيها باس، ما فيها باس تخدموا مع المغاربه ب 2000 درهم، ب 3000 درهم، ب 5000 درهم، ب 6000 درهم، ب 7000 درهم، ما فيها باس. ولكن شوف راه هذيك الخدمه اللي كتخدموا راه خاصها تكون ضاربين ليها الحساب، ضاربين ليها الحساب، يعني عارفين ان هذاك الثمن اللي غتاخذوا راه الا جمعتي لي شارج وجمعتي الوقت والخدمه ديالك وهذا راه ما غتكونش خاسر بزاف، ولكن رابح بوشا اوغاي، رابح بوشا اوغاي، حيت الا ربحتي بوشا اوغاي قللتي واحد شويه الثمن في البدايه ديالك، راه باش انك تسكيلي البيزنس ديالك راه ساهل، حيت اصلا انت في الاول ما كيهمكش الفلوس ولكن كيهمك الامباكت اللي غادي تدير. سطر لي على الكلمات الامباكت، حيت فاش انت كدير واحد الامباكت كتولي السميه ديال الايجنسي ديالك مسموعه، كتولي السميه ديالك انت كبيرسونال براند، فاش غتوصل البلان تاع انك انت تكون معروف، ماشي تكون كاع مشهور ولكن تكون هي معروف، تكون هي معروف في داكشي اللي كدير، راه صافي راه اي كليان يقدر يجي يخدم معاك باي ثمن بغيتي انت. ولكن هي الاهم راه البدايات الاخوان، راه ماشي كيفاش كي غادي تبدا، غادي تجي وغادي تقول انا راه غنصاوب مثلا سيت اي كوميرس ب 12 كا ولا ب 20 كا ولا ب 30 كا ولا، فهمتي يعني، ولا المهم بحال هاد لي بري هادو. تنهضر انا عطيت دي زيكزومبل، كاينين دي سيت اللي كيتصاوبوا بهاد الثمن، كاين كيتصاوبوا بدو كا 3 كا دولار، دو كا 3 كا دولار، 4 كا دولار، كاين اللي كيوصلوا حتى ال 15 كا على حساب، حيت كتولي كتهضر فهمتي في موقع تاع شي كومباني كبيره، فهمتي داتا بيز، داكشي خاص فهمتي هاوس لعيبات، داكشي عاوتاني هاي ليفل، وحتى في النيم تكون نيم فهمتي عندك بواطا في المارش. ده هو البلان باش انك تعرف كيفاش تبرايسي الخدمه ديالك، السيرفيس ديالك اللي كدير. واحد قلت لك الحاجه تشيب هذه كمل كمل خير معاك. واحد الحاجه مهمه، ما عمرك ما تقول كندير كل شيء. السلام عليكم، انا اجونس دو كومينيكاسيون فهمتي، ولكن غادي تمشي حيت كديتيكتي البوزوان، ملي غادي تمشي عند كليان راك غادي عنده حيت مديتيكتي واحد البوزوان، حيت شتي ما عندوش سيت ويب، غتمشي تهضر معاه على السيت ويب، ملي تسالي لاطاج تاع السيت ويب عاد ديك الساعه راه هو راه ماشي عنده الودنين، هو راه كيشوف اجونس دو كومينيكاسيون ولا ديجيتال ايجنسي، ما تبقاش تنقز بزاف تقول ليه راه كنديروا هادي، ولا بغيتي الفولورز راه كنزيدوا الفولورز، ولا بغيتي الادس راه كنزيدوا الادس، لا بغيتي الليدز راه كنديروا الليدز. انت خدم لاطاج علاش فين بان لك نتايا النقص الموان زان، فين بانت لك طلع على البلوس 10 ولا 100%. هذا والله انا بلان واحد هو ان شحال ما تبدا وطيح الثمن وتبقى ديما مطيح داك الثمن، حيت كاين شي وحدين راه شي اشمي كيديروا راه هربه الصراحه كيفاش طيح الثمن، ولكن نقولوا ماشي مشكل بدا بغيت يديباني راسو وهادي والو. اكبر خطا تقدر ديرها هو تبقى واحد في داك الاشمينه وما تجيش تسكيلي، تبقى واحد في داك الاشمينه ديال ديبان، والمشكل انك كتبقى خدام غير بوحدك، طيب تبقى واحد بوحدك خدام بوحدك خدام بداك الاشمينه تيصحاب دابا راه واصل، ولكن كنتو في هذه القضيه انا تبقى في ديك عقليه الموظف، كتبقى ديما خدام بالسوايع في النهار، واخا انت كتفكر فيها حق انا مثلا بلاصه نخدم بثمن طالع نخدم مثلا ثلاثه الناس ولا اربعه الناس مثلا باش نشد الكليان بالزربه، بصح ولكن راه مختار تخدم مع واحد راه يعوض لك خمسه الكليان ست الكليان انت تاخذهم بثمن رخيص. انا قلت لكم كبدايه ماشي مشكل، ولكن ما تبقاوش واحدين في ديك القضيه، بقاو غادي تطلعوا في النيفو وتكبروا بصح ودوزوا من ديك ليطاج ديال انك فريلانس الاجونس، الاجونس راه مسؤوليه كبيره ومشاكل وكذا، ولكن راه خصك تسكيل عاوتاني حيت ديك العقليه ديال انك تبقى دير كل شيء بوحدك كما كتعرف كل شيء بوحدك و دروس دوز نيكست ليفل، ما تبقاش تقدر انت كل شيء راسك ولا دير واحد لاطاج ديما، انت راه خصك تشوف حوايج اخرين عاوتاني، راه كاع الدراري اللي تعرف كاينين في الويب راه تلقاهم بادين في واحد الدومين، ولكن مين بداو تيكبروا راه جابوا تيم معاهم هما ولو تيمانجيو داك التيم باش يسكيليو لحاجه اخرى، اما تبقى واحد لتحت راه تما بقيتي طبعا الموظف وصافي لك تبقى واحد اللي تحت. متفق معك شي في هذه اللقطه هذه، غنرجع راه ديجا اللايف غيكون سوف كاردي وهضرت فيها، غنعاود نسطر عليها هذه اللقطه. شتي انت ما عمرك تمشي تقلبي على الثقل، ما عمرك تقلب اصاحبي على الثقل، واش انت كنتي مزيان فريلانسر علاش بغيتي تمشي دير ايجنسي باش تبان ايجنسي وانت مازال ما وصلتيش هذاك النيفو، ديما دير الاسقاط بحال هكا. الايجنسي هي اخر حاجه كتفكر فيها باش دير لوكال، هي اخر حاجه كدير فيها كتفكر فيها، هاد الاو هو السريضه الله يرحمها راه هاد السريضه الله يعمرها،
هاي الران اند بيلد، هذا هو البلان اللي قلت لكم ديال انك تيكزيكيوتي، يعني التيم تخليه تيكزيكيوتي، وانك انت تكون كتقلب في القدام، تخليهم هما في الاكزيكيوشن وانت كتقلب في القدام. السيري دار هذا هو السيد اللي بغيت لكم عليه، اللي استفدت منه هو السيد. الا بغيتو حتى هو تتابعوه وتشوفوا، راه حتى هو عنده ما يقول. دونك فالبلان اللي بغيت نشرح لكم في البارتي ديال، باش نرجع للموضوع، البارتي ديال انك تكون كتبريزونتي بنيم تاع اجونس، راه خطأ كبير. راه ما تمشي الفكره تاع اجونس حتى تكون انت ديجا وصلتي لواحد فهمتي، وصلتي لذاك الثقل. حيت هذيك كما قال فتح سيدي، راه هذيك هير 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 بوا زايد، هذيك هي شارج، هذيك هي شارج. دونك فريمون اخوان، سيروا دقه دقه وما تلاحوش. ماشي حيت شفتوا مثلا واحد الايجنسي اكس داير خدامه مع عندها دي ريستورون، خدامه معاهم، خدامه مع دي رياض، خدامه مثلا مع دي زوتيل، ولا خدامه مع شي فرقه شاده لهم، فهمتي يعني البيبليسيتي وهذا. ماشي حيت شفتوا مثلا ايجنسيز بحال هكا غتنوضوا حتى انتم ديروا ايجنسي. كما قلت لكم الايجنسي كتدار فاش كتكون انت خدام وتزاد عليك لاطاش، فاش نتايا كتحس براسك انه هذاك الشيء اللي كتخدم تيفوق الطاقة ديالك. دونك انت في الاول فاش غادي تخدم، كيفاش غادي تبدا البزية ديالك، انا نقدر نعطيك البزية كيفاش غتكون. ما تمشيش تبوستي في لي جروب تاع الفيسبوك كل يوم سلام انا راه كنخدم فابور، لا انا نوريك الخدمة كيفاش غدير ليها. ايه غادي تمشي لي جروب، ولكن ما غادي تبوستيهاش بحال هكا. غادي تمشي دير واحد لونكيت، غدير جوجل وغادي تقول لهم شنو هو البوزوان اللي عندكم انتوما شركه اكس فلان فلانيه، فهمتي بحال داك الشيء الاحصاء، عرفتي داك جوجل كيبداو كيجاوبوا، انت كتقول فهمتي يعني السيد هذا راه انا عندي كامباني، المشكل ديالي هذا 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 هذا. دونك انت كتبدا داك من خلال الاجابات ديالهم كتضربهم في البوان الحمراء، وانت كتعاوتاني دير لا روشيرش، كدير البنش مارك، كتمشي كتقلب هنا هذا هذا هذا، كتشوف الكليان اللي خدام ليك تبدا معاه، واللي غادي تبدا معاه كايجنسي، وتخلص من عنده واحد الثمن اللي هو على قد الحال. وان فوا غتوصل لهذا فوالا، هذاك هو لون، الله يرحمك الوالدين، مسا ليا من بالي، جوجل فورم هو هذاك. دونك غدير هذاك جوجل فورم غتحطو فهمتي، وتقدر كاع دير انت كاع سبونسوريزي، ما خسر والو، دير سبونسوريزي في الباج ديال الايجنسي ديالك فهمتي، وغادي تقول لهم وغتحط ديك لونكيت فهمتي بحال هكاك، غتقول لهم شنو هما لي بروبليم اللي عندكم، وتحط غتحط كل شيء جينيراليزي، تقول لهم واش فيسبوك ادز، واش لا كرياسيون ديال لي سيت ويب، واش هذا. اون فوا يقول لك هذا هو المشكل ديالنا نعمس، غادي تمشي تقصدهم، حيت هاد الناس هادو راه كيتعاملوا بروفيسيونيل، ماشي هادوك لي جروب تاع انك غادي تمشي وتحط ليا في الجروب نعمس سيدي، تقول لي جوفر مي سيرفيس ا 800 درهم ا 700 درهم بوغ واحد هذاك الكرياسيون دان سيت ويب اللي هو ووردبريس، او الى زدت لك 10 ديال لي برودوي غادي تزيدني 100 درهم على كل برودوي. هادشي راه تخرب، هاد لا ميثود هادي اللي كنشوف فيها انا حاليا كاينه دابا، ولا هذيك لا ميثود ديال انه دوك اللي كيتخلصوا على الليفري مع الاي كوميرس، هذاك الشيء راه تخرب. اللي كيمشي كيبدا اللي هو ماركيتر وكيمشي كيتخلص على لا كوموند اللي هي ليفري، كيخدم مع واحد اللي هو عنده برودوي ولا براند، وكتمشي ديك البراند كتقول لي انا بغيت نخلصك على الليفري، هذاك غتخربق. نورمالمون راه الليفري راه ماشي ديالك انت، راه ديال الكونفيرماتريس، راه انت كماركيتر راه عندك حاجه وحده، واحد ديتاي واحد، هو تجيب لاشا تدخل، يا اما اذا كان بيكسل وداك الشيء مغيز وسطوب لاشا تدخل، ولا الليد جينيريشن، الليد تدخل. حنا ماشي سوقنا ديك الليد، واش ناض من النعاس، واش تليفرات ليه، واش هذا، ولا يبداو كيقولوا عليكم لي براند. تقلوا معنا الاخوه الله يرحم لكم والدي، هذا راه بروبليم خايب، فهمتي لي كونكيرون والناس اللي هما عندهم ايجنسيز كيديروه، ولا حتى الفريلانسر، ما عمرك تخلص على ليفري، وما عمرك دير شي حاجه غير حيت بغيتي تجيب كليان. جربنا حنا هاد الميثود، جربناه فهمتي، الاخطاء هادو اللي كنقول لكم جربناهم، حيت انا باغي نبارطاجي لي زيشيك، ما باغيش نبارطاجي انا السكسس ستوري، حيت انا اصلا دابا ما كنشوفش راسي سكسس ستوري، انا مازال في الطريق. دونك انا دابا كنبارطاجي معاكم لي زيشيك والباركور اللي انا دايز منه. دونك من الافضل الاخوان
هاد اللايف بهذا الشيء كامل اللي قلت دابا ديروه بالحرف. الا كنتو عندكم ايجنسي ولا الا كنتي فريلانسر دير هاد الشيء، ولا حتى جيتي اي تول ولا اي حاجه اللي بتسهل عليك المأمورية في الخدمه ديالك، مرحبا ما كاينش اشكال. وهاد اللعيبه تاع جوجل فورم راه هي قلت لكم باش تستارتيو البيزنس، باش انكم تبداو الخدمه، هو ان الانسان يجي يعمر. وديما هاد اللعبه ديروها، ديما نتوما كتجيو كتقولوا بسم الله بحال هكا، كتحطوا كتدقوا على الكليان بسم الله، وكتحطوا هذيك اللعيبه وكترجعوا له. كيجي الكليان كيبدا كينبش، انا فهمتي انا عندي البوزوان في هذه هذه انا هذه، انت كتمشي على حاجه وحده اللي متاكد انك غادي تليفريها في اقرب وقت، وانك بروفيسيونيل فيها، وان ما كاينش شي حد اللي غادي يضاهيك فيها، وانت هو فهمتي كتحس. واش كنقول لك ما كاينش شي حد اللي يضاهيك فيها حيت انت مرتاح فيها، حيت حنا فاش كنكونوا مرتاحين في هذاك الدومين كنعطيو فيه مزيان. السلام عليكم، هذا هو البلان بالنسبه بالنسبه لك. شفت واحد البلان اخي محمد بالنسبه لقضيه الدليفري، انا تنهضر بصفه عامه على لا سكول لا اي كوميرس، لا اي واحد تجيب ليه الليد اللي قالك بغيتها ليفري، هنايا غطلع الثمن. صدق الثمن اللي قلت لي في الاول كنت داير معاه مثلا، نقولوا مثلا الكوموند 10 درهم، دخل كنت كونفيرماسيون كونفيرماسيون، المهم دخلات، فقال لك انا بغيتها ليفري، كنقول لها تولي 50 درهم مثلا، فهمتي؟ انا هذه القضيه نقدر نتفق معاك فيها، فهمتي؟ اما يدير لك نفس الثمن وتقول لك ليفري من الفوق هو المشكل من عندهم، فهنا راه انت اللي غطيه. انا كندير هنا واحد، فإذا بغى ليفري طلع الثمن. انا كندير هنا واحد القضيه، انا كتبان لي الحاجه اللي هي بروفيسيونيل ما نبقاش نقول لي انا راه هاد اللعيبه هذه اللي عندك راه 50 درهم. انا كتبان لي الحاجه الفيجن ديالي، فهمتي؟ راه متفق معاك، راه هذه حتى هي ميثود وكيديروها بزاف، ولكن لا ميثود انا اللي كنديرها شنو هي، هذه انا بارطاجيها معاكم نيشان، هذه لا ميثود ديالي، وفعلا كتكون سكسيس مع اي كليان، كتكون سكسيسفول يعني ما فيهاش لا لا، كتخدم ليه انت على الليد كتجيبهم، وكتفق معاه على البورسونتاج، وداك البورسونتاج ما كديرو حتى تتيدوكي داك الشيء مزيان، حيت ماشي نتايا، حيت فاش كنهضروا على الليد راه كاين الليد ولا كاين لاشا اللي راه لا مارج بينيفيسيير عنده كبيره، وانت بعتك من ناير 10 دراهم ولا 50 دراهم ولا، واش فهمتي؟ خاصك تهضر معاه في الكوميسيون، عطيني البورسونتاج اخويا، كتجي كطريح معاه كتقول ليه البورسونتاج، باش الا كانت كيلو راه عارف البورسونتاج تاع كيلو شحال بيجيك منها، باش الا كانت نص كيلو 5000 درهم راه عارف هذيك 5000 درهم شحال بيجيك منها، ماشي حيت لا انت بريسيزيتي قلتي لي انا راه بغيت الا الكيفرات هذه 50 درهم ولا هذه لا وصلت، حيت حنا كنخدموا بدي ليد وكنخدموا بشي حاجه، المهم جونغ كليون كنخدموا بدي كليون اللي الليد كتمشي كتسوى مليون، وفايته مليون ديال الدرهم كتسوى 12 كتسوى 1.5 كا الليد واحد كليان واحد. وتخيل معايا انا نجي عنده ونمشي معاه بهذا البيزنس موديل تاع انه كل ليد 50 درهم، ما خداماش ما رابحش، حيت انا ديجا خدام معاه. دونك البلان بحال هاد اللعيبه هادي خدمو بورسونتاج. شفت صراحه القضيه ديال الليد، شفت اللي كي ديال دوكا 3K الفوق، شي لعيبات اللي راه ما يمكنش هو غيبيع شي حاجه اللي غاليه وانت يعطيك شي بورسونتاج اللي هابط بزاف ولا شي برايس هابط بزاف، فانت على حسب شنو غتبيع ليه طلب الثمن. وي الاخوان كان بقى شي سؤال يجاوب عليه محمد، حيت قربنا نحط اللايف اللي بقى شي سؤال نختمو به. ما هي حاجه عندها علاقه بالاس ام ام اي، واي واحد بقى يلا دخل دابا غندير سيف اللايف ورجعوا تفرجوا فيه، حيت اي واحد مبتدئ ولا يلا بدا يتحرك لا حسن يتفرج فيه حيت كاين معلومات اللي واعره. كاين واحد السؤال اللي فوالا انا كنحاول نرد اللور باش ما نزل حتى شي سؤال. ديجا هاد اللعيبه هادي كنت في الجيمنج كما قلت لك، وكان كنا كنخسروا في تيم سبيك، كنت انا هو الهوست ديال تيم سبيك كنت فهمتي، كان حتى شي سؤال ما كيعزيز عليا ما عزيزش عليا نزل شي سؤال. دونك البلان اخوان ديال واحد قال شنو هما الاخطاء اللي درتهم في البدايه ديالي. الاخطاء اللي درت في البدايه ديالي الاخوان هو النيتوركينغ، ما كنتش كنوسع النيتورك ديالي، كنت ساد عليه، كنت خدام في السكواد ومساد عليا في الخدمه، وحتى شي حد ما كان كيعرفني فاش خدام فوالا، وكيعرفوني هي كنلعب. ونورمالمون هاد البلان هذا دزت منه واحد 7 سنين، 7 سنين وانا كنخدم وكنلعب، ولكن هذيك الخدمه ما المهم ما كتعطيها واحد الاهميه. دونك الا كانت عندك واحد الطالون ولا كنتي كتحس براسك مثلا انت مرتاح في واحد الخدمه، خدم عليها وبينها هذه من جهه، وحتى حيت الا خدمتي عليها وبينتها النيتورك ديالك غيكبر في هذيك الخدمه،
هذا هو البلان اللي نقول لك، لكن حيت انت غادي تولي كطيح في واحد السيركل اللي عندها علاقه بهذيك الخدمه، كيف فين انت كل مره كطلع نيفو في هذيك الخدمه، كل مره كتلاقى مع ناس اللي هما كبار في هذاك في هذيك الخدمه وفي هذاك الليفل. وفوالا، هذه من ناحيه النيتوركينغ. ثاني حاجه هو الكتوبه، الكتوبه ما كنتش كنقراهم، كنت كنقرا انا بي دي اف، وكنت كنمشي ليودي ماي، كنت كنشوف اي دي اكس كورسيرا فهمتي، وكنقلب باختو، وكنبقى غير كنسمع، وقليل فاش كنبدا كنوطي، يعني على اساس انه ندير باك جراوند وصافي تكون عندي باك جراوند. ولكن في الحاجه اللي هي كتنفعك، من الاحسن انك يعني تشري كتاب باش هذاك الكتاب تنوض وتمشي تقراه، وفهمتي غتعطيه اهميه، وتحاول تشري كتب اللي عندهم علاقه بالبيرسوناليتي وبالتكنيك. يعني كنتي ماركتر تحاول تقلب شي حاجه في الماركتينغ. وبالنسبه للفيلم، حتى لي فيلم باش تموتيفا خاصك تفرج في دي فيلم، في دي فيلم، في دي سيري، يوم عندهم فهمتي في وقت الفراغ ديالك دير هذه القضيه، سير تفرج في سيري اللي هو مزيان. بالنسبه ليا باغمي لي سيري اللي كنت تفرجت فيهم شحال هذه، قبل ما يبان الويب 3، قبل ما يبدا تقريبا، قبل ما يبدا حيت نورا بدا تيبان هذا الشيء تاع الويب 3، سميتها ستارت اب. السيري هذه كاينه في نتفليكس وكاينه باختو، كاينه في المهم بلا ما نهضر على هذوك الكراكد مود لي سيت ويب اللي ما عندهمش حقوق البت. المهم شوف، سميتها ستارت اب، سميتها ستارت اب. ولا دوزيام شوز، عزيز عليا البلان ديال عزيز عليا البلان ديال لولو دو وول ستريت، او لا ذا وولف اوف وول ستريت. هذا الا كنتي نتايا ماركتر فهمتي، يعني حيت باش تكون نتايا كتبريزونتي واحد الايجنسي خاصك تكون ماركتر، حيت الا ما كنتيش كتعرف انك ماركتي الايجنسي ديالك قدام واحد الكليان، راه هذوك الناس مساكن اللي خدامين معاك دوك التيم غادي غير يشوميو، غادي تعدى عليهم يا جمعتيهم. راه واحد الفيلم تفرجت فيه مع داركم بعدا باش نكون فاهم، تفرجت فيه بوحدك. خويا محمد، عطينا خويا اخر نصيحه للدراري، يلا باغي يبداو. اخر نصيحه للناس اللي غادي يبداو هو اي حاجه غادي ديرها قبل ما ديرها، الصلاه. ما كنتش كنصلي بزاف، دابا وليت كنصلي شي شويه الحمد لله، بديت كنصلي مع رمضان مع هذا الصلاه. لا دوزيام شوز هي واخا شوف فاش كنهضر على الصلاه تقدر، المهم الانسان كاين اللي ما كيصليش في وقيته وهذا المهم داكشي ماشي مشكل، ولكن مع الوقت مع الوقت كتولي هابط، كتولي نتايا فهمتي يعني ضروري خاصك تصلي. دونك فوالا الصلاه. ولا دوزيام شوز هي الوالدين، الوالدين اي حاجه تكون بغيتي ديرها ديرها على قبل الوالدين. الو بابا ما تلونساتش غير هكاك، الو بابا تلونسات حيت الوالد تاعي توفى الله يرحمه، داكشي علاش تلونسات الو بابا. دونك خاص يكون واحد البلان اللي انت كتباصى عليه كيف ما كان، تكون واحد لوبجيكتيف حاطه قدام عينيك. وثالث حاجه اللي هي مهمه هي صغر راسك. اعطيكم نصائح اللي كان كيعطيني المرحوم، صغر راسك، حيت الا صغرتي راسك غتلاقى مع ناس اللي هما كبار وغتستافد منهم، حيت الا كبرتي راسك ما غتستافدش، غتولي انت كتعطي البلوس وما حد كتعطي البلوس، مع الوقت كتديشارج، خاصك انت تعطي البلوس وتسكت وتسنت البلوس، يعني خاصك تصغر راسك. ولا كاتريام شوز اللي هي مهمه، هذه هما العيبات اللي يعني الكي الرابعه، هو ان الانسان الا عنده واحد الحاجه ولا واحد الحاجه كيحس بها انها كيف ما كان، سواء فكره سواء بروجي سواء كيف ما كان، ما عمرو ما يغير الفكره ديالو غير حيت الصحاب ديالو ضحكوا عليه ولا شي حد اخر. كنهضرش على زعما الصحاب داك لو تيرم، حيت كاين شي وحدين اللي ما كيكونوا الصحاب ديالك ولكن هي كيبقاو غير فهمتي ها تلقينا عليك وصافي. انسان يزير السيركل ديالو ويعرف معاه من كيمشي، ويحاول ما يتامباكتاش بالناس اللي هما سلبيين، يحاول يهرب باش ما كان. ديجا هاد الفيديو هذا غادي نحطو على السيركل وعلى حيت مهمه، حيت انت واخا تكون انت ما باغيش تامباكتا بهذوك الناس، واخا تكون انت زعما انت هربان راه غاتامباكتا بهم صحه، ضروري غاتامباكتا كيف ما كنتي. واخا تكون عطيك مثال، انا ما كنكمي ما كنشرب ما كنسكر ما كندير حتى حاجه، ولكن راه كاين شي حوايج اللي كيدوزو باللاوعي
كتكتسبهم باللاوعي، يقدروا يكون غير داك العجز، انت معجاز حيت صاحبك حتى هو معجاز، تيقول لك تقول لي يلاه نمشيو لهنا، تيقول لك خليوها حتى الغدا، حتى الغدا خا الله غادي نمشيو هنا، انت اكتسبتي العجز. فهمتي كاين شي حوايج اللي السيركل خاصك تنطيها، المهم الصلاة الوالدين، واللي يكون عندك هدف، والسيركل نيتورك، هذا هو البلان. والبلان ديال السيركل الدراري كما قلت قبيله، ما درتش العذر اني ما حدايش الدراري اللي نتواكي معاهم مثلا حدايا. راه دابا الويب راه ممكن تعرف على اي واحد، كما انا تعرفت على محمد العام اللي فات وبزاف ديال الدراري. البلان ديال السيركل فاش انا بديت لي السيركل، بديت كتلتو ساعة، قول لهم هي كيفاش انا يدر راه 1500 كيلومتر في ساعتين، ها هي ستاتيستيك، يلاه سالا الشهر وصيفطوها لي. 1500 كيلومتر ماشي في ساعتين، في يومين، سمحوا لي في يومين، في يومين رباط كازا المحمدية، سلا رباط محمدية، فهمتي؟ وهادشي كامله باش نشوف ناس اللي هما زوينين، وشفت ناس اللي هما زوينين واستفدت منهم، بحال كنت اخويا سديدي، وبحال الدراري والناس الواعرين اللي كانوا في يوكان، وبحال الناس اللي تلاقيت معاهم في محمدية ياسين، بحال كاع الناس، اي واحد تلاقيت معاه كيف ما كان في الخرجه ولا في، وحاولوا تخرجوا، حاولوا تسافروا، انا ما كنت كنسافر، حاولوا تسافروا، حيت لو سافرتوا غادي تزيدوا تتحرروا، تلقاو بزاف ديال الحوايج اللي نتوما كنتوا كتضربوا الحساب بيه على شي حاجه بسيطه، وحاولوا تسافروا، وحاولوا تكبروا السيركل ديالكم في الدومين ديالكم، في الدومين ديالكم، ما تكبروش السيركل ديالكم على شي حاجه اللي خاوي، السيركل تكبري على الناس هكا، دير دراجه هكا وسير، شوفي قدامك، شوفي هذوك الناس اللي انت غتنفع منهم. شاد البلان اخي محمد، شحال ما تقول لي مثلا علاش خسرت هاد النيش؟ علاش ما درتيش مثلا واحد النيش اللي غيجيب البنات بزاف مثلا؟ بحال شي لعيبه عندها كوميديا، شي ضحك، شي لعبه بحال هكا، شي تفاهه اللي غتجيب لك بنادم. تنقول لي دابا الاشكال ماشي في كثره بنادم وكذا، راه بقات في الكاليتي ديال بنادم. في واحد مثلا نقولوا تشطح الواي واي، وهو واحد مثلا دير فيديو ديال البيزنس، ضروري واحد الكاليتي ديال الناس اللي غيكونوا متابعين هذا ومتابعين هذا، واحد الفرق اللي كبير. انا ما بغيتش انا الكميه ومتابعيني واحد العقليه اللي في شكل، بغيت انا واحد العقليه اللي غادي تبقى لقدام، اللي مثلا تقدر توقف على شي مواقع اللي غيستافدوا منك وتستافد منهم. وعاوتاني تنقول شحال مره للدراري، تنقول خصك تتلاقاو مع الدراري اللي تكون عندهم واحد الطموح اللي كبير، راه واحد النيفو في الهضره راه فرق اللي كبير بزاف. اذا كان عندهم مثلا 20 تتلاقى معاهم كيهضروا على الدريات وعلى التخربيق وعلى الزهو وعلى هذه وعلى هذه وعلى هذه، خصك تجرب انك تريح مع الدراري مثلا اللي خدامين في الويب، لا ما نهضروا شي حاجه اخرى، خدامين في الويب راه غتشوف واحد النيفو في الهضره واحد اخر، تقدر تضحك واحد شويه، كان في نفس الوقت عطى داك الضحك تولي وجاب ديال مواضيع اخرين. يعني ركزوا على هذا البلان هذا بزاف، كما قلت راه تعرفوا على بنادم غير في السوشيال ميديا، يبان لك شي واحد خدام في جروب مثلا، في شي جروبات ديال نقولوا خدام ديال ادسنس اربيتراج مثلا، تدخل الجروب ديال ادسنس اربيتراج غيبان لك الناس تيلوحوا بوستاج ولا شحال، تدخل تتعرف عليهم ما خسر والو، تمن دينا وبقى شاد معاهم كونتاكت بحال هكا، جاب الوقت تلاقيتو هي هذوك. انتم كتهضروا بزاف ديال الدراري لحد الان باقي ما تلاقيتش انا وياهم، وباقي كنهضروا بحال كيما قلت لكم محمد، تعرفوا انا اكثر من عام دابا كنا نتلاقاو في مرات وما تلاقينا، وكتبت انا رمضان هذا عاد تلاقينا وبقى داك الكونتاكت، فما بقيتش كنتسنى مثلا حتى نتلاقى مع واحد في السلا باش ندير معاه الكونتاكت باش نقول راه عندي واحد الاخر. رضا بصراحه كان عندي صحابي بزاف كاع في واحد الوقت، كان ما تلقانيش كاع نجلس في الدار حيت تنتلاقى مع نتلاقى مع دابا كنت كنريح بزاف. الا خرجت مثلا نتلاقى مع شي واحد خص تكون عندي واحد العلاقه به ديال مثلا الويب ولا شي حاجه اللي من نريحوا مع بعضياتنا غنستافدوا من بعضياتنا، ماشي غنبقى مقابلين غير التخرب. بغيتكم تطبقوا هذه القضيه هذه حيت غتبدلوا بزاف في المينتاليتي ديالكم، وحتى واحد النيفو ديال التفكير غيتبدل بزاف. عاد نزيدوا انه كاين واحد صحابي اللي غيبداو يطيحوا لك اي حاجه قلتيها ليهم، يبغى يقول لك راه مستحيله، راه ما يمكنش، راه هادي انت واش كان حماق واش كدير، ده واحد السيبور عين نفسي ما غتلقاش، حيت هما العقل ديالهم كيشوفوا واحد النيفو، واش تقول لهم غادي نوصل لواحد الموندو ديال الفلوس، راه يقول لك واش انت حماق، شوف انت مثلا واصل هذا النيفو، شوف انت كي داير، انت باغي تطير. فهاد الناس هادو حاولوا تبعدوا منهم وما تسنطوش لهم في نفس الوقت، وتسنطوا من الناس اللي تلقاهم انتم واصلين وغاديين في واحد النجاح، فهمتوا ولا غاتقلبوا على واحد النجاح. بعدوا من الناس اللي كيطيحوا بكم كما كان الشخص هذا، وكيكون تيجيك في عائلتك حاول كاع تيفيتيه، وقلبوا على الناس اللي غيزيدوا بكم القدام، وهادشي اللي كاين بالنسبه لي. كاين شي حاجه اخي محمد؟ لا صح بصح، بغيت نضيف واحد القضيه على هذه النقطه اللي قلتي، اهم حاجه الاخوان، هي راه داخله في، هي داخله دخلتها في
دوك الخمسة اللعيبات اللي قلت لكم حتى ترجعوا لهذا، حتى ترجعوا للايف راه غيكون سيفي وتشوفوه، كنت سوا هنا ولا في اليوتيوب. هو التزام، تذكر عندك لا ديسيبلين، لما كانت عندك لا ديسيبلين ما كنتيش كتيك الاكشن، يعني كنتي كتكون انك انت تفكرتي في واحد الحاجه ولا فكرتي في واحد الفكره غادي تنوض ديرها، فهمتي، بلانيفيتي ليها باش تنوض ديرها. لما كانت عندك اللعيبه هذه راه ما عمرك ما غادي توصل. انا نكتب واحد اللعيبه دابا سميتها نوشن، قلبوا عليه، ها هو نوشن، قلبوا عليه وحاولوا تشوفوا الـ يعني الـ حاولوا تشوفوا لو شونجمون اللي غتلقاو من بعد ما تكون عندكم لا ديسيبلين، حيت لا موتيفاسيون ما كتعاونش يعني جوسكو بو، والسيركل يعني الا ما كنتيش نتايا مديسيبليني ما غيعاونكش، تقدر تمشي تشوف واحد السيركل اللي مزيانه وغتموتيفا، ولكن على ما كانت عندك لا ديسيبلين باش تيك الاكشن ما عمرك ما غتوصل للجول ديالك. دونك حاولوا الاخوان تحاول، وهذا الالتزام هذا راه داخل في مكارم الاخلاق اللي قلت لكم عليها في الاول لي برانسي. دونك انا كنحاول نعطيكم نجينيراليزي لكم الخط، فهمتي، بخط عريض باش تمشيو عليه نيشان وتوصلوا للنيفو والجول والهدف اللي بغيتو. الهدف اللي بغيتو راه غادي بحال هكا، كاينين واحد لي برانسيب لي خاصهم يكونوا عندك، كاينه شخصيه اللي خاصك تخدم عليها، وكاين واحد الحوايج، واحد لي ليميت اللي ما خاصك تمشي ليهم. ودي منكم الاخوان الى دخلوا الفلوس وبديتو تمشيو للسهاري وهذا، يا المعلم عندك فهاد اللعبة هادي راه ما خداماش، ولا يجي عندك خونا في الله يشوفك انت راك داير هاد اللعبة هادي ويقول لك يلاه نمشيو لهنا ولا نمشيو لهنا. لا، شي كنفضل انه انا نمشي نخسر الفلوس على واحد الميت في اوتيل كبير وفي هذا وفي بلان واعر وهذا، وهذاك الميت غنستافد منه انا كسوسوا في عقلي ولا شي حاجة، على انه نمشي نخسر فلوسي مع واحد ولا مع وحدة والو. انسان هادو اغلاط واخطاء زدنا منهم، ولكن الحمد لله فوالا راه استفدنا منهم. وحنا مازال شوف كيقول لك انسان ما حدو في الدنيا ديما كيتمتحن، ما عمرنا ما سالينا حتى شي واحد في الدنيا ما حدو عايش ما عمره ما وصل للسكسس ستوري ديالو، ما يوصل للسكسس ستوري ديالو حتى يموت، ونهار غادي يموت ديك الساعة السكسس ستوري اذا كان راجل مزيان وواحد اللي هو معقول غادي يهضروا عليه الناس بالخير، وغادي يمشي مزيان، والنيم ديالو غيبقى ديما من وراه، وتقدر تكون حتى الوليدات اللي دار كيهضروا فيهم بالخير، وديما الله يرحم الوالدين عليك انت، حتى هي السكسس ستوري، ما حدك انت باقي عايش في الحياه مازال في الامتحان، حتى شي واحد ما وصل. المهم الاخوان بشويه بشويه كيقول واحد المثال، جونتيمون مي سيغمون، سيروا بشويه ولكن ضروري راه غادي توصلوا، ما عمركم تشوفوا الفلوس تشوفوا الامباكت، ديما فكر انك دير الامباكت. السلام عليكم. محمد شكرا اخي على الوقت ديالك، نصائح كانوا واعرين صراحه، وخصوصا لاي واحد مبتدئ خصو يتفرج في هذا اللايف حيت غيستافد منه ديال بصح. واللي بغى اللي انا ديال دورات راه يلقاهم في الهايلايتس ديال محمد. محمد شكرا بزاف اخي على الوقت ديالك، شكرا النصائح ديالك، داكشي كان من القلب، شكرا بزاف اخو. باقي باغي تكون بلان اخر من بعد انا ومحمد اون اللعيبه اللي كانت ديك الساعه عرفوها. المهم ما عرفتش وقتاش غتكون، ولكن المهم غتكون ان شاء الله، وديك الساعه ان شاء الله راه تعرفوا على محمد اكثر، البلان ديال كيفاش مشى من الاول حتى الاخر. حنا اليوم غير عطى واحد النبذات عليه، ولكن بقينا مركزين على الكوتي ديال البيزنس اكثر. انت يجي واحد اللعيبه اخرى اللي غتعرفوا على محمد اكثر فيها ان شاء الله. ومحمد شكرا بزاف اخي، تبارك الله عليك والله. غير غندير ليه سيف، اللي بغى يتفرج فيه راه غيرجع يتفرج فيه، اللي بغى في يوتيوب حتى غدا ان شاء الله نحط لكم في يوتيوب والله. غير غيتسيف اللي بغى يتفرج فيه دابا. ومحمد شكرا اخي بزاف، صافي بليزير. وراه قبل ما نساليو اللايف ان شاء الله بهذا لا ديسيبلين الحمد لله وصلت لنيفو انه كاينين الناس اللي غيبداو كيتكلفوا ليا بالكرياسيون دو كونتوني ديال بيرسونال براند ديالي. كيف الاخوان غادي يكونوا دي كونتوني اللي هما مزيانين، وغنحاول ان شاء الله حتى انا نحط شي حاجه اللي غتفيد الناس في الكوطي اللي انا غادي فيها، حيت انا ما عمري ما وصلت، ولكن انا غادي دقه دقه وكنبارطاجي الباركور ديال دقه دقه مع اي واحد غادي دقه دقه. أحسن حاجة أخي محمد.
شكرا بزاف اخي محمد، تبارك الله عليك، شوف ساعة الخير اخي، الله. الله يحفظك ان شاء الله. السلام عليكم. انا ندير انستغرام خوتو ورجعوا تفرجوا فيه. يلا تحياتي.